مساء الخير، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، جمهور قناة النادي الأهلي، أهلا بيكم في كل مكان. مساء الخير عليكم إن شاء الله. دي حلقة جديدة من برنامج البيت الكبير، هنكون معاكم على مدار 3 ساعات كالعادة، هنتابع آخر الأخبار وآخر الكواليس على الساحة الرياضية سواء المحلية والعالمية. قبل ما نبدأ أي كلام برحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. مساء الخير يا سيام، أهلا بيكي وأهلا طبعا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا، عندنا ضيف مهم جدا جدا جدا. في الفترة الأخيرة كان في تحديات كبيرة جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، علشان كده النهاردة البيت الكبير واحد من عائلة النادي الأهلي. موجود معانا في البيت الكبير الأستاذ طارق أنديل. أستاذ طارق أنديل طبعا ده عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، هنتكلم معاه على كل الملفات، موضوعات مهمة جدا جدا بتخص النادي الأهلي في كل الملفات الخاصة أولا بفريق كرة القدم، الملفات الإنشائية، شركة الأهلي، يعني كمان هنعرف منه تفاصيل أكتر على شركة الأهلي وشركة الأهلي للسياحة واستاد الأهلي. كل ده إن شاء الله يعني هيكون معانا حوار مطول مع الأستاذ طارق، هنعرف منه كواليس كتيرة جدا جدا جدا، وكمان نطمن بيها جماهير النادي الأهلي، وهيشرح إزاي مجلس إدارة النادي الأهلي يا سهام بيتعامل مع التحديات اللي فاتت وبيتعامل مع ملفات كتيرة جدا إن شاء الله نفتحها مع الأستاذ طارق. لأنه ده كمان أكمل على كلامك، ده يعتبر أول لقاء، هو فعلا أول لقاء لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي معانا هنا، خاصة إن في أحداث وكواليس كتيرة جدا حصلت الأيام اللي فاتت دي، فكان لازم يكون معانا يعني رجل من قلب الحدث زي ما بيقولوا علشان نفهم ايه اللي حصل الفترة اللي فاتت، كمان مش بس على مستوى الشركات، شركة كرة القدم، السياحة، شركات المساهمة والنادي، الحقيقة طبعا يعني بيعمل كمان طفرة يعني حقيقية في مجال الانشاءات في الـ3 فروع، هنتكلم عن ده بالتفصيل. بس احنا النهاردة كمان في ناس كتيرة قوي، وانت طبعا اكيد متابع يعني حالة السوشيال ميديا، ازاي جه موسيماني، ازاي راح الفايلر، ازاي كان النهاردة عنده تصريحات برضو يمكن اتكلم فيها عن ان بعد الكورونا هو فقد يمكن تركيزه شوية بسبب ان هو بيعاني من عدم وجود اهله او من عدم وجود اسرته، فالكلام ده مهم جدا برضو ان انتوا تعرفوه، وتعرفوه من حد يعني من شخص يعني هو اكيد في الاحداث، في قلب الحدث، فده مهم جدا. علشان كده الحوار هيكون مطول مع الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو لجنة شركة كرة القدم. دي واحدة من الـ3 شركات اللي معنية بالحلم الكبير زي ما بنقول، حلم كرة القدم في النادي الأهلي، أستاذ النادي الأهلي والمدينة الرياضية في النادي الأهلي. ده إن شاء الله هنتطرق ليه بالتفصيل مع الأستاذ طارق أنديل. قبل ما نروح لأي أخبار برضو يا كابتن، عايز أتكلم عن يمكن ضربة البداية البيس موسيماني في مع النادي الأهلي، طبعا المدير الفني الجديد، مع مباراة المقاولين امبارح تحديدا. هو تولى المهمة عارفين من أيام قليلة جدا، ولقى الحقيقة قبول ورهيب عند الجميع، لأننا شايفين أنه من البداية خالص ومن أول يوم له هو رجل المرحلة، هو رجل حاسب كل حاجة يعني قدامه، في معايير وضعها النادي الأهلي كمان قدامه، يمكن أهمها سرعة التأقلم مع الفريق في ظل ضيق الوقت، وانت قدامك النهاردة بطولة مهمة جدا بتتنافس عليها وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فالنهاردة كل ده أمامك يا موسيماني. فأنا شايفة أنه هو حاسس جدا بالمسؤولية، تابعت حوارك قد إيه بيتعامل من أول لحظة بمسؤولية وبحسم شديد جدا. طبعا وجوده أولا ده لافت للنظر. طبعا زي ما اتكلمنا في ملفات النادي الأهلي، من ملف المدير الفني والنادي الأهلي والإدارة، مجلس إدارة النادي الأهلي تحرك بشكل أكتر من رائع في وقت قليل جدا، ولكن الاختيار كان اختيار رائع على مستوى الخبرات الأفريقية، على مستوى الشخصية، كمان على مستوى معرفته بكيان النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي. وكلنا طبعا كأهلوية ورا موسيماني، يعني احنا كلنا مهما كان مين اللي هيجي كلنا واحنا متفائلين جدا بيه. احنا شفنا خلال حتى اللقاء معاه، انا لفت نظري جملتين اتنين، يعني هو بيتكلم في محور اساسي وكلنا حاسين بيه من الاول ان هو عارف قيمة النادي الأهلي جداً، وانه جاي نادي كبير جدا، وكان حلمه. وكمان يعني كابتن عماد متعب كان ليه لقاء مع موسيماني في البرامج، احد برامج التحليل الرياضي لبطولة الامم اللي فاتت، هو قال لعماد متعب كمان انا من احلامي وانتم حاطين ان انا اكون مدير فني للنادي الاهلي.
فده صحيح. بيدل بعض الناس بتاخدها بيقول لك لا طب يعني في شوشره كبيره والراجل مزودها. لا، هو الراجل حتى لما اتكلم معايا عنده وضوح، يعني راجل واضح جدا وبينقل شعوره بشكل ايجابي، وعارف انه قدامه هو حقق حلمه انه موجود في النادي الاهلي، لكن كمان عنده تحديات كتيره جدا. طبعا. اتكلم معايا سهام في موضوع ان هو النادي الاهلي كمان عارف مسؤوليه كبيره جدا، وان الجماهير مستنيه البطوله الافريقيه. صحيح. ده هيشتغل عليه بشكل كويس. والجزء الثاني بنتكلم كمان ان هو عنده سنتين عقد، يعني برضو من الحاجات من الحاجات الكويسه عملها النادي الاهلي انه قدم للراجل سنتين. ده بيديله نوع من انواع الاستقرار، وبيدي كمان اللعيبه نوع من انواع الاطمئنان ان الراجل ده مش جاي بس يعني عشان البطوله الافريقيه، لا ده كمان في عنده مشروع، عنده خطه، عنده خطه قصيره طبعاً. المدى. صحيح. وطويله المدى كمان، وهو ده المهم. وبعدين انا جدا ملاحظه شغفه بانضمامه للنادي الاهلي، انا جدا واضح عليه، واضح حتى من قبل ما يمسك كمدير فني على فكره، ده واضح جدا حتى اللقطه الشهيره وهو بيصور الجماهير، فدي لحظه مهمه جدا. بس انت النهارده جاي في وقت كمان مش رفاهيه، انت جاي في وقت صعب جدا، هو عارف والناس مركزه معاك جدا، مش بس النادي، مش بس جماهير النادي الاهلي، انت مش بس جماهير النادي الاهلي مركزه معاك، انت كل الدنيا مركزه معاك، في جنوب افريقيا مركزين معاك، على مستوى القارة كلها انت مركزين مع بيتسو موسوماني والنادي الاهلي. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في اول تحدي؟ مش عايز اقول للاسف، بس هو صعب للاسف، تحدي صعب جدا جدا ينتظره. مفيش شك، انا مش عايز احمله، ما دل... لا لا مش عايز اضغط عليه، يعني برضو عمليه الضغط ده كمان هو عارف المسؤوليه كويس. انا سالته سؤال وقلت له طب انت يعني ايه رايك والفرقه قادره، وطب النتائج وتغيير المدربين، هو عارف ومقتنع ومدرب محترف، قال لك هو وجود المدرب بنتائج، النتائج اللي بيحققها، لكن زي ما بقول كمان في مجلس اداره مقدم له عقد سنتين، فده مديله يعني استقرار بشكل صحيح. كويس. عايز اتكلم على نقطه ومحور تاني خالص كمان، اهتمام جنوب افريقيا ورئيس جنوب افريقيا بنفسه طبعًا. لما بيبعت رساله وبيهني بيهني موسيماني بوجوده في نادي القرن الافريقي، ده كمان على مستوى خلينا نتكلم على مستوى التسويق. لو خدناه من مستوى التسويق دلوقتي، خلي بالك في ناس كتيره جدا من جنوب افريقيا انضمت لتويتر وسوشيال كل مواقع التواصل الاجتماعي تشجيع النادي الاهلي. صحيح. يعني بداوا يتفرجوا على النادي الاهلي. خلينا نتكلم ان شاء الله، احنا ورا موسيماني ان شاء الله. امبارح عمل اعتقد الشوط الاولاني، خلينا نتكلم بكل امانه، الراجل بقى له يومين اكيد بصماته مش هتظهر على النادي الاهلي خلال يومين او اتنين، يعني انا لعيب كوره ومدرب وعارف الكلام ده، لكن بيبقى فيه واضح جدا الاريحيه في الاداء. شفنا الشوط الاولاني بيشتغل بشكل رائع، الشوط الثاني كمان اشتغل بشكل كويس، في بعض العناصر شافها بشكل جيد جدا، بدا يظبط شويه الفرقه. اتنين نص ملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه ثنائي اكثر من رائع، كان في تفاهم واضح كبير جدا. فعايز اقول لك ان النتيجه كانت مهمه جدا، ومباراه طبعا كانت مباراه مهمه جدا مع فريق كبير. ان موسيماني بيبدا اول مهمته بالفوز على نادي المقاولين اللي بيقدم موسم اكثر من رائع باداء جيد جدا الشوط الاولاني، واداء نقدر تقول جيد في الشوط الثاني، ده مكسب كبير جدا اولا للموسيماني نفسه ان هو بيرتاح، وانه عنده يعني اول مباراه دايما تبقى على المدير الفني صعبه شويه مهما كانت يعني الظروف، لكن اعتقد ان شاء الله باذن الله الراجل يشتغل بشكل جيد ويكون صحيح. مكسب للنادي الاهلي ان شاء صحيح. الله باذن كل الله. التوفيق لي، ولما يكون يعني التوفيق حليفك بيكون له دور، حتى لو ما كانش ده يومك، دي حاجة مهمة جدا وبتفرق جدا. لكن كمان عايز اقول لجماهير النادي الاهلي، تأكدوا انه في إدارة النهاردة بتخطط وبتحاول تفضل يعني او توصل لافضل شيء، وده اللي احنا النهارده ان شاء الله يعني يمكن هيقوله وهياكد عليه الاستاذ طارق قنديل. وانتم عارفين انه الاهلي دايما بيقود ولا يقاد، النهارده الناس بتمشي ورا النادي الاهلي، لانه كبير الرياضه في مصر وكبير الرياضه في افريقيا، ودايما بيرتبط بعلاقات كبيرة جدا مع مختلف الأندية، وبيحترم الجميع سواء في مصر وبره مصر، فدي حاجة برضو مهمة جدا، وكنا لازم نلفت الحقيقة النظر أكيد إليه. الناس لازم كمان تعرف من ضمن الأسئلة اللي سألتها له في اللقاء معاه، وأنا كنت شايف أنه اللقاء مثمر جدا، كمان كيف تم التفاوض معاه. نقطة مهمة جدا الناس لازم تعرفها وبأكد عليها تاني،
ان الكابتن محمود الخطيب واداره مجلس اداره النادي الاهلي اشترطت عليه شرط اساسي انه مش هيكون موجود في النادي الاهلي، وان كمان مجلس الاداره مش هيفتح معاه اي موضوع في التفاوض بالنسبه لمده العقد او التعاقد الرسمي بالنسبه للمرتب الا لما يكون في موافقه رسميه من رئيس صن داونز، لو انت عارفين اللي هو المنتقل منه يعني. يعني هو طبعا عمل عقد لسه من شهور، عمل عقد 4 سنين مع صن داونز، فدي كمان لفته، يعني مش هقول لفته طيبه، لكن هو ده النادي الاهلي بيشتغل شغل احترافي باحترافيه كبيره، الراجل مرتبط بعقد، وبالتالي ما كانش ينفع ان مجلس اداره النادي الاهلي او المسؤول عن ملف هذا المدرب انه حتى يتفاوض معاه غير لما يرجع الاول حسم امرك هناك. بالظبط، هو الراجل حسم امره وكان قال له، يعني راح لرئيس النادي قال له انا من يعني حققت لك 10 بطولات خلال ال8 سنين اللي فاتت، انا من حلمي ان انا اكون موجود في النادي مصر الاهلي، وبالتالي وبالتالي كان مهم كمان ان الجزئيه الناس تعرف الجزئيه طبعا. ازاي تم التفاوض مع موسيماني؟ اكيد كمان النهارده يمكن لو شفنا موسيماني من اول ما وصل مصر، ودي حاجه الحقيقه لفتت نظري جدا، ازاي بيشتغل، يعني راجل بتاع شغل من اول يوم، حابب شغله جدا، مركز جدا، عايز يعمل تاريخ لنفسه ويكون اضافه ليه. والحقيقه هو برضو لو لاحظتوا اللقطه اللي جت ديت برضو، انه لما دخل على دولاب البطولات في النادي وقد ايه انبهر وقد ايه كان بيتمنى انه يضيف فيه بطولات جديده، مش بس على مستوى دوري ابطال افريقيا، احنا كلنا عايزين كل البطولات حقيقة. كل البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي الحقيقه كلنا عايزينها، بس النهارده انت يعني هيكون لك يد وهتشارك في التتويج بيها كمدير فني، ودي حاجه مهمه جدا، وهو عارفها اكيد جدا طبعا. يعني ومش متوقعها، هو اكيد متاكد منها 1000000%، فدي حاجه مهمه جدا، لذلك هو يعرف قدر النادي الاهلي صحيح. ومكانه النادي الاهلي مش بس في مصر، على مستوى العالم. وكمان اللي لاحظته الناس كلها لاحظته بصراحه، مش انا بس، يعني معظم الناس المتابعه لتصريحاته عنده كمان، غير ان هو يعني عارف قيمه النادي الاهلي، كمان عنده شغف، عنده شغف. اصرار عنده طموح كبير جدا، عايز يعمل حاجه يعني. بالظبط، عايز يعمل حاجه، وعارف ان النادي الاهلي نادي بطولات، وبالتالي هو كمان عايز، النادي الاهلي بيكبر اي حد، مع احترامي طبعا لكل المدربين، لكن هو عارف ومتاكد النادي الاهلي ببطولاته ان شاء الله يحقق معاه بطولاته، هيكبر كمان من السي في بتاعه بشكل كبير جدا. اتكلمت كمان معاه، يعني هو كمان شكر لجنه التخطيط، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، امير توفيق، شكر كابتن محمود خطيب على استقباله بشكل كويس. احنا كلنا تابعناه يا كابتن، كلنا شفناه. قال لي اول ما دخلت النادي الاهلي، قال لي فعلا الناس كانت بتتكلم عن النادي الاهلي، هو النادي الكبير، هو نادي القرن والنادي العظيم، هو قال لي اول ما دخلت النادي الاهلي هو حس بده، احساسه وجوده في النادي الاهلي اول يوم. وخليني تاني اشكره على وقته، لان الراجل انت عارفه اتاخر، المفروض كان هيوصل، رحت له اول يوم، انت كنت هو كان هيوصل بالليل، بعدين وصل الصبح الساعه 7. فعايز اقول لك ان الراجل كمان زي ما انت قلت يا سهام، بتاع شغل جدا، بيحب شغله جدا طبعا، من واضح. اول يوم من اول يوم وصل، رغم طبعا هو تعبان من السفر الطويل، لكن كان موجود مع كابتن محمود الخطيب، قابله بشكل جيد جدا، اتجهوا للاعبين لغرفه الملابس، تم يعني معرفه اللعيبه عليه، وبدا على طول، وكان محضر كمان الجزء التدريبي، لانه بعد بعد التمرين قال، وبقول له انا بكلمه ايه رايك في النادي الاهلي واحواله، عملته بعد التمرين بالظبط، الاحوال الفنيه ايه، فقال لي ان انا، هو الراجل كمان عنده استراتيجيه معينه، عنده فكر معين، فقال لي النادي الاهلي ممكن يكسب، بس ممكن بيكسب بالطريقه اللي ان انا شايف انها مش شكلها حلو، او الطريقه اللي ممكن تبقى افضل على مستوى الاداء، وبالتالي هو كمان عنده بعض الخطط التدريبيه في دماغه، عنده بعض اللعيبه اللي انا اتكلمت معاه فيها، هل النادي الاهلي هيحتاج لعيبه في مراكز معينه عشان يطبق الخطط ديت، قال لي الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي ان شاء الله هيكون في تدعيم بشكل كبير ان شاء الله يعني. شفنا تصريحات الراجل واقعيه جدا، زي ما كابتن هاني كان بيقول مدى فخره بتولي مهمه الاهلي واهتمام بلاده، سواء على مستوى رئيس الجمهوريه، سواء على مستوى مسؤولين سياسيين ورياضيين، والحقيقه كل الناس اتكلمت. بيان رئيس الجمهوريه زي ما قلنا السير راماسوفا، كان النهارده الرئيس هناك كان بيهاني
موسيماني بتوليه تدريب أكبر نادي في القارة الأفريقية، ويمكن الكلام ده مش عاجب بعض الناس برضو علشان نكون واقعيين، لكن الأهلي معروف أنه كبير ومعروف أنه مش بيبص وراء ولا بيبص تحت. فأنت النهاردة كمحبط وكمغرض دايما يعني لا نبالي زي ما بيقول، يعني دايما نظرتنا للمستقبل، دايما النادي الأهلي بيعمل في صمت، وعشان كده هو بيحقق دايما المركز الأول في على كل المستويات. صحيح. مش بس، مش عايز اتكلم على كرة القدم بس، على كل المستويات، على كل المستويات، حتى على مستوى الإنشاءات، حتى على مستوى النشاطات الرياضية الجماعية والفردية. فانا مش بخص بس كره القدم، يعني مش بتكلم بس على لا كرة ده القدم. يعني وشفنا هنا في البيت الكبير كنا في بطولات على مستوى كره الطايره حتى التنس، لعيبه التنس اللي شرفت مصر. خلينا نتكلم، كلامك ده بينطبق تماما على التعاقد مع موسيماني. النادي الاهلي اختار الوقايه، والنادي الاهلي اشتغل في صمت، وده يمكن المدرسه اللي النادي الاهلي شغال عليها، انه بيشتغل في صمت لغايه ما يكون في قرار وبياخد القرار وبيعلنه للناس. النادي الاهلي ما بصش وراه، يعني هو دايما بيفضل مصلحه الفريق فين. اعتبارات كتيره جدا جدا كان الناس بتتكلم عليها في الفتره اللي فاتت قبل تولي موسيماني، لكن اعتقد ملف اختيار المدرب، اعتقد المدرب المناسب في الوقت المناسب، وان شاء الله يكون عنده مستقبل طويل مع النادي الاهلي، مدرب عنده خبرات افريقيه، عارف اللعيبه بشكل كويس، وده اللي قاله معايا. مش متابع الدوري المصري بشكل كبير، لكن عارف قدرات اللعيبه من خلال يعني تلاقى مع النادي الاهلي بفترات طويله جدا، حتى اسماء اللعيبه كتير عارف اسماء اللعيبه بشكل كويس. ده بيأثر المسافه شويه وبيأثر الوقت لمعرفة المدرب، لو جبنا مدرب أوروبي يعني. بيأثر فترة التأقلم. صحيح. بيأثر فترة التأقلم، وده مهم جدا. الأهلي النهاردة بيتوجه للمغرب، يتوجه يوم 13 أكتوبر بإذن الله بطائرة خاصة زي ما كنا بنقول في الأخبار اللي فاتت لمواجهة الوداد النهاردة. يعني ده كان خبر مهم جدا إنه فريقنا، فريق الأهلي، الفريق الأول، يوم 13 أكتوبر الشهر بيستعد لمواجهة الوداد المغربي، مواجهة صعبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هتتلعب زي ما حضراتكم عارفين يوم 17 أكتوبر. كابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة كان بيقول إنه تحدث مع موسيماني المدير الفني للفريق، كان بيتكلم عن رحلة الفريق للمغرب وقد إيه مدى الاستقرار أو تم الاستقرار على السفر يوم 13 من الشهر ده لملاقاة الوداد، وإن شاء الله طبعا العودة زي ما حضراتكم عارفين برضو في اليوم التالي للمباراة. فالنهاردة فكرة ان انت كمان لعبتك تسافر بطائرة خاصة ده مهم جدا. النادي الاهلي بيوفر كل وسائل الراحة والدعم للعيبة، ما يبقاش فيه اي عراقيل، ما يبقاش فيه عدم راحة من اي نوع، وده طبعا بالتنسيق مع مجلس ادارة النادي الاهلي يا كابتن هاني. طبيعي أكيد. طبيعي ما فيش شك طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب أكيد. بيوفروا طائرة خاصة، وده في الاوقات يعني في الاوقات الاخيره ده الطبيعي ان احنا بنسافر بطياره خاصه، لكن كان مهم جدا ان احنا مسافرين يوم ان شاء الله يوم 13، المباراه يوم 17، يوم 18 النادي الاهلي يوصل بالسلامه، يكون يا رب ان شاء الله محقق نتيجه ايجابيه هناك في المغرب. كمان الكابتن سعد عبد الحفيظ يعني عمل بيقول ان كمان في هيكون في مسحه للاعبين، طبعا اجراءات احترازيه على اعلى مستوى، هيكون في مسحه طبيه بالقاهره، وكمان هيكون في مسحه طبيه في كازابلانكا. الكابتن سعد عبد الحفيظ قال ان بعثه الفريق ان شاء الله اللي هتسافر يوم 13 بإذن الله هيكون ليها قبل ما تطلع من مطار القاهرة هيكون في مسحة للتأكد من يعني سلامة اللاعبين، وإن شاء الله كمان الوصول لكازابلانكا في مسحة طبية، وإن شاء الله نتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي ويكون كل اللعيبة سليمة إن شاء الله، حتى ملف الإصابات ان شاء الله باذن الله احنا اطمنا احمد الشناوي عنده شويه شد خفيف ان شاء الله في العضله الضمه، بدا ان شاء الله يعني يكون باذن الله يكون موجود، غير طبعا موسيماني ورؤيته الفنيه لمباراه الولاد اللي اعتقد انها ان شاء الله باذن الله هو الراجل مصمم، الراجل عنده فكر معين. انا حتى بره الهوا كمان كلمته على مباراه الوداد بشكل ودي كده، قال طبعا هي مباراه كبيره لكن هو عنده طموح، واوريدي هو كمان مفكر في سيناريو المباراه، لان سيناريو المباراه المباريات الكبيره بتاخد كذا سيناريو على مستوى المباراة نفسها، وهو اتكلم معايا هو محضر سيناريو لو حصل حاجة حتى أول ربع ساعة نص ساعة. فأنا شايف أنه زي ما بقولك هو الراجل عنده شغف كبير جدا، عنده طموح كبير جدا، وعنده كمان خبرة كويسة أوي. كل ده يا رب إن شاء الله يترجم إن شاء الله يوم 17 إن شاء الله بنتيجة إيجابية إن شاء الله يا رب. بمناسبة السفر للمغرب
وطبعا كان النهارده طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ كان له كلام كتير قوي خاصه ببعثه الفريق اللي هتسافر المغرب ان شاء الله يوم 13. والحقيقه برضو في ناس كانت بتسال جدا كتير قوي عن موضوع علي معلول، هينضم جيرالدو اخباره ايه؟ لانه حضراتكم عارفين ان المنتخبان الانجولي والتونسي كان طبعا طلب اللاعبين. فالنهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الثنائي التونسي علي معلول والانجولي جيرالدو هيلحقوا بعثة الفريق في المغرب بعد ما ينتهي معسكر منتخبات بلادهم المنتخبين الانجولي والتونسي يوم 13 ان شاء الله الجاري، علشان يكونوا ايضا من ضمن الفريق او اللعيبه اللي هتشارك في مباراه الوداد المهمه جدا ان شاء الله. اكيد، وطبعا في طبعا يعني كل دي اجراءات مهمه جدا، لكن خلينا كمان نطمن الناس، يعني نطمن الناس بالنسبه لحراسه المرمى. حراسه المرمى عندنا ما شاء الله على اعلى مستوى، الشناوي بيقدم موسم اكتر من رائع. الاشعه اللي خضع عليها محمد الشناوي حارس مرمى فريقنا بالنادي الاهلي قال انه عنده العضله الضمه شويه، عنده اجهاد في العضله الضمه، يعني اثبتت الاصابه شد خفيف في العضله الضمه. ده طبعا في مباراه المقاولين العرب اللي انتهت طبعا بفوز النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين 1-0، وكان الشناوي كان بيشتكي شويه. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الجهاز الفني او الجهاز الطبي حدد برنامج تاهيلي بيستأنف فيه طبعا اللاعب تجهيزه لمباراه الوداد المهمه جدا. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمحمد الشناوي، كل التوفيق للعيبه، ويكونوا ان شاء الله على يعني زي ما بنقول جاهزين على المستوى البدني وعلى المستوى الفني وعلى المستوى المعنوي ان شاء الله بشكل كبير جدا، ويحققوا نتيجه طيبه ان شاء الله. هو دلوقتي بيعمل طبعا موضوع الجلسات الطبيعي ده هيستمر عليها لكذا يوم، بس ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه. وكل املنا فيك يا شناوي. النهارده كمان الساعه 9:30 الصبح قبل التدريب كان فريق الاهلي كله بيخضع طبعا لتحليل الرابيد تيست. حضراتكم عارفين انه التحليل طبعا المتفق عليه من قبل وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه. النهارده عملوا زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره كل تحاليل الرابيد تيست سواء للجهاز الفني اللعيبه. ده النهارده كان الصبح بيستعدوا لمواجهه انبي ان شاء الله هتكون يوم الاربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز. التحليل اللي خضع عليه اللعيبه والجهاز الفني والاداري زي ما قلنا وفقا للبروتوكول الطبي اللي تم تعديله مؤخرا بيكشف عن فيروس كورونا قبل اي مباراه رسميه، خاصه وانه الاهلي هيدخل معسكر مغلق ان شاء الله بكره يوم الثلاث علشان يستعد لمواجهه انبي يوم الاربعاء بالليل زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله. ويعني زي ما بقول تمن على الصعيد بقى الفني، طبعا موسيماني المدير الفني النادي الاهلي كمان عقد جلسه مطوله طبعا مع الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الاهلي، كان موجود معانا هنا سامي قمصان وبدا يتكلم معاه بشكل كبير عن اللعيبه عن جاهزيته، لان طبعا سامي قمصان من ضمن الجهاز اللي كان موجود قبل كده طبعا مع المدرب المساعد لفايلر، لكن هو بيتكلم على امور تخص الحاله التحضيريه للاعبين، ازاي اللعيبه الشكل الطبيعي للاعبين، مستوى اللعيبه، المراكز. ممكن جدا يتكلم ويتناقش معاه بعض المراكز، خاصه عندنا مباراه امام انبي مباراه صعبه. طبعا موسيماني تولى المهمه زي ما احنا عارفين من ايام قليله، طبعا ان هو بيقعد مع سامي قمصان عشان يجمع اكبر قدر من المعلومات الفنيه للفريق، وزي ما احنا عارفين كمان في بيضم 5 لعيبه كمان من تحت السن، وده اللي كنا بنتكلم انه بيصعد كمان من قطاع الناشئين. في 5 ولاد موجودين معاه في قطاع الناشئين قال هيتمرنوا معاه الفتره اللي جايه. فعايز اقول لك الله يكون في عونه، لان زي ما انت بتقول يا سام في ضغوط شويه على الراجل، الوقت بالنسبه له وقت من ذهب، هو بيستغل الوقت دوت في جلسات كتيره جدا جدا مع اللعيبه، جلسات طبعاً كتيره جدا جدا مع الكابتن سيد والكابتن سامي قمصان طبعاً. طبعا على المستوى الاداري على المستوى الفني كابتن سامي قمصان بيقدم له بعض المعلومات ممكن هو ما يكونش عارفها. هو كمان محضر اشكال معينه للتدريب بيبدا ينفذها. وخلينا نقول تاني وباكد انه حتى اكيد الشكل الفني لسه مش هيظهر دلوقتي ولا حتى في مباراه انبي بشكل كبير جدا، لكن انا متفائل من شكل العام للنادي الاهلي في مباراه المقاولين، خاصه في الشوط الاول في شكل الاستحواذ منظم. الاستحواذ رجع تاني بشكل كبير، بدا في ضغط من قدام بشكل كبير. فانا على المستوى الفني ان شاء الله متفائل جدا بالراجل، يعني ان شاء الله.
طيب النهاردة برضو الموسيماني طبعا في ظل الإصابات زي ما حضراتكم عارفين والإجهاد اللي بيعاني منه بعض اللعيبة في الفترة الأخيرة، وفي النهاردة خطة للمدير الفني علشان يريح بيها بعض اللعيبة، فقام بتصعيد خمسة من قطاع الناشئين علشان يشاركوا في تدريبات الفريق الأول. فارس طارق من ضمنهم، عادل أحمد، محمد المغربي، شادي رضوان، أحمد طارق سليمان حراسة المرمى. النهاردة الخمسة اللعيبة دول شاركوا في التدريبات الجماعية للفريق. النهاردة كانت طبعا الميران ده كان الصبح على ملعب التتش في الجزيرة، فده برضو دي الحقيقة برضو نظرة في قطاع الناشئين مهمة جدا. أكيد. هو بيعمل على قدم وساق على كل المستويات خاصة بالفنيات. طبعا وكمان النيجيري جونيور اجاييه واحمد الشيخ طبعا كانوا متغيبين لفتره للاجهاد، ده طبعا لاعبي وسط النادي الاهلي وجناح النادي الاهلي، كانوا بيخضعوا لبرنامج علاجي وتاهيلي جاهزين ان شاء الله باذن الله لمباراه انبي اللي هتتلعب يوم الاربعاء اللي جاي، ده طبعا في منافسات مسابقه الدوري. اجاييه والشيخ اتمرنوا النهارده مع الفريق تدريبات بالكوره، تدريبات في الصباح بعد تعافيهم من الاجهاد العضلي، فبنقول كمان اضافه اجاييه موجود واحمد الشيخ رجع ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المصابه ان شاء الله تكون جاهزه يعني لباقي مباريات الدوري، واكيد طبعا للاهم لمباراه الوداد ان شاء الله. اكيد محمود وحيد برضو ظهير ايسر الاهلي بيواصل النهارده تنفيذ البرنامج الخاص بيه، برنامجه التاهيلي للتعافي من اصابته بشد في العضله الضمه زي ما تابعته الايام اللي فاتت اللي كانت السبب في غيابه عن التدريبات الجماعيه في ميران الاهلي الصباحي في التتش. النهارده كمان غاب عن مباراه المقاولين اللي اتلعبت امبارح، اكتفى باداء تدريبات الجري حوالين الملعب، وكان في جلسه في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالفريق. ده طبعا زي ما بقول لك كمان على جانب الاصابات، لكن تاني باكد على الجانب الفني ان موسيماني ماشي بصراحه يعني الوقت هو بيستغل كل دقيقه، اجتماعات مع اللجنه الطبيه او بيتكلم مع الجهاز الطبي بالنسبه للمصابين، بيتكلم كمان على اللعيبه الصغيره وتصعيد خمس لعيبه صغيره، كمان بيتكلم مع اللاعبين. النهارده كان في محاضره طويله جدا استمرت اكتر من ساعه، محاضره فنيه بالنسبه لمباراه المقاولين، وده مهم جدا وبيجتمع وبيتكلم كتير. المحاضرات الطويله خاصه في الفتره الاولى، اولا اللعيبه بتعرف المدرب فكره رايح فين، بتعرف اسلوب كلامه ازاي، ويبدا في تناغم سريع جدا. وعلى المستوى الفني طبعا هو موسيماني بيشوف المباراه برؤيه فنيه، بيقول بعض الاخطاء بعض الايجابيات اللي كانت موجوده، وبالتالي دوت كمان تحضير كويس قوي ان احنا نعرف بالظبط مباراه المقاولين احنا عملنا فيها ايه كويس وايه وحش، عشان باذن الله اللعيبه تتعلم او تاخد يعني تاخد كده ستيب لقدام ان شاء الله، عشان كل عشان السلبيات دي ما تتكررش تاني. السلبيات بتقل شويه وان شاء الله الايجابيات تزيد يعني ان شاء الله. دي اخبار الاهلي، اخبار الاهلي خلصت، بعد الفاصل هنرجع ونكمل باقي اخبارنا مع حضراتكم. البيت الكبير مرحبا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين اخبارنا في البيت الكبير. هنبدا من قلعه الدراويش. النهارده بيتاكد غياب ثنائي فريق الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي ومحمود دونجا اللي هيواجهوا ان شاء الله او المفترض كانوا يواجهوا الانتاج الحربي يوم الثلاثاء اللي جاي لحساب الاسبوع ال 32 بمسابقه الدوري المحلي بسبب الايقاف. ده جه بعد طبعا ما حصلوا على الانذار الثالث خلال مواجهه سموحه في الجوله اللي فاتت وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. طبعا غياب دونجا او عبد الرحمن بيمثل ازمه فنيه كبيره للجهاز الفني بالنسبه للاسماعيلي بقياده طبعا ريكاردو. فالنهارده علشان انت يوم الاثنين النهارده عندك من العناصر الاساسيه او بيعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل كبير، فمش بس كده، قرار النهارده مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه ابراهيم عثمان قرروا يشكلوا لجنه تعاقدات جديده، هيختاروا او يضموا لاعبين جداد هيستعدوا بيهم ان شاء الله للموسم اللي جاي، وهتكون لجنه التعاقدات الجديده برئاسه السيد ابراهيم عثمان رئيس النادي وعضويه خالد القماش وابو طالب العسوي احمد العجوز ومحمد محسن ابو جريشه، وهيكون طبعا ليها كل الصلاحيات في ان هي تختار او ترشح اي لعيب هيعرض على رئيس اللجنه تمهيدا طبعا علشان يعني يتم التعاقد معاه في الفتره اللي جايه. في الفتره كمان الاخيره زي ما بقول مجلس اداره نادي الاسماعيلي بتعمل للمستقبل كمان، يعني على المستوى المحلي دلوقتي مهم. اعتقد نادي الاسماعيلي
لسه في مرحلة صعبة شوية، لكن أعتقد إن شاء الله هيعدي المرحلة ديت. المرحلة اللي فاتت كان في نتائج إلى حد ما إيجابية على مستوى التخطيط. كمان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بيعمل لجنة التخطيط زي ما بيقول، لجنة كلها أسماء كبيرة. كنت أتمنى كمان يعني يكون فيها حسني عبد ربه، ممكن يكون ليه رأي فني كابتن علي أبو جريشة، لكن خلينا نقول إن ده خطوة على الطريق الصحيح. في لجنة للمستقبل بيختار، هي اللي بتختار بعض اللعيبة، بتختار المراكز المعينة من وجهة نظر فنية جدا، بتعرض الأمر على مجلس الإدارة اللي أكيد يعني أعتقد الفترة اللي جاية هيكون في استعداد جيد للموسم اللي جاي، كمان بعد إن شاء الله خروج نادي الإسماعيلي من الكبوة اللي بيمر بيها. طبعا النهارده الصبح كان في خبر محزن، كلنا بصراحه النهارده الصبح زعلنا جدا، صحينا على خبر وفاه لاعب مروان محمود. ده طبعا لاعب نادي القناه لقى مصرعه نتيجه تعرضه لحادث النهارده يوم الاثنين. طبعا مروان محمود ده متواجد في الفريق الاول لنادي اللي بينافس في دوري الدرجه الثانيه، وطبعا ولد صغير مواليد 91. الحادثه كانت على طريق مصر اسماعيليه. طبعا احنا هنا في البيت الكبير بنقدم طبعا لاهله ولاسرته خالص التعازي، ربنا يا رب يلهمهم الصبر والسلوان. كمان كل المقربين من اللاعب كانوا بياكدوا انه كان موهبه كرويه كبيره محترمه جدا، كان هيكون ليه نصيب انه او شأن في كره القدم من خلال ممكن انتقاله لبعض الانديه الكبيره. كمان اكتر من نادي كان مهتم من مدن القناه قدم التعازي والمواساه لنادي القناه والاسره لاسره اللاعب مروان محمود، ومن هنا من البيت الكبير يعني لاسرته طبعا نتقدم بخالص التعازي لكل اسرته وكل محبيه، وهو يعني كان بيشم نفسه زي ما بيقول، بس ما يغلاش على ربنا، ربنا يرحمه ويصبر قلب أمه، دي أهم حاجة. هنروح لمنتخب الشباب، منتخب الشباب اللي نجح النهاردة أنه يفوز في المباراة الودية اللي خاضها أمام فريق الأميرية بهدفين مقابل لا شيء. دي مباراة ودية أقيمت النهاردة العصر على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. هدفي منتخب الشباب أحرزهم حسام أشرف ويوسف لبيب. المدير الفني لمنتخب الشباب منح فرصة لجميع اللعيبة أن هم يشاركوا في المباراة على مدار الشوطين من المباراة اللي خاضها المنتخب، عشان بيستعدوا لبطولة مهمة جدا، وهي بطولة شمال أفريقيا اللي هتقام إن شاء الله في تونس في شهر نوفمبر اللي جاي، الشهر الجاي. كمان انضم محمد سمير مدافع فريق طلائع الجيش لمعسكر منتخب الشباب النهاردة بعد ما وافق نادي على طلب جهاز المنتخب بضمن اللاعب، نظرا طبعا للغيابات الكتيرة اللي حصلت أو اللي بيعاني منها منتخب الشباب من وقت بداية المعسكر المفتوح. وانت النهاردة بتقترب على موعد بطولة مهمة جدا زي ما قلنا، بطولة شمال أفريقيا في تونس يوم 9 نوفمبر تحديدا. ده طبعا يعني تحدي برضه. طبعا بنساعد، ويمكن يعني مداخله الكابتن ربيع معانا هنا في البيت الكبير يعني كان من الواضح انها ليها اثر ايجابي، وبدات الانديه فعلا تستجيب لكابتن ربيع، لانه في مهمه صعبه جدا زي ما قلنا، يعني بطوله مهمه بتضم تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا. يعني ان شاء الله كل التوفيق طبعا للكابتن ربيع ياسين ومنتخب الشباب ان شاء الله يكون عند حسن الظن. نروح بقى لطلائع الجيش. طلائع الجيش اللي نجح انه يتعادل امبارح طبعا في الدقائق الاخيره امام نادي الاتحاد السكندري، وخرج اللقاء 2-2. كانت فعلا مباراه ممتعه مميزه جدا. يعني الكابتن عبد الحميد بسيوني طبعا قفل خلاص هذا الملف وقفل الصفحه ديت، صفحه الاتحاد السكندري اللي قيمت على استاد الاسكندريه في اطار مباراه الجوله ال 31 لمسابقه الدوري، وبدا بقى يستعد كمان لمواجهه مصر المقاصه، مباراه صعبه اللي ان شاء الله هتقام الساعه 8 يوم السبت اللي جاي على استاد جهاز الرياضه في الجوله 32. يعني دي مباراه اعتقد انها هتبقى مباراه فيصليه. احنا عارفين ان طلائع الجيش لغايه دلوقتي ما ضمنش البقاء بشكل كبير، لكن اعتقد الاداء اللي اداه امام الاتحاد السكندري والروح اللي لعب بيها للدقائق الاخيره والتعادل 2-2، دي اولا نقطه في يعني في جدول الدوري، كمان نقطه ايجابيه في الروح المعنويه. نتمنى طبعا التوفيق لفريق طلائع الجيش ان شاء الله. نروح للاخبار العالميه، وهنبدأ من المشاكل اللي ما بتخلصش في نادي برشلونة، واللي بتحاصر الحقيقة النادي الكتالوني بعد مشكلات كبيرة جدا أو كتيرة مع بداية الموسم. لويس سواريز، ميسي، التعاقد مع كومن، رحيل كيكي سيتن. فالنهاردة في مشكلة كمان جديدة ظهرت أو بيواجهها النادي في الفترة دي، بس المرة دي على الجانب الاقتصادي. هنشوف التقرير ده عن أزمة الرواتب الكبيرة اللي حصل النهاردة في برشلونة، ونرجع نكمل البيت الكبير.
الأزمات في نادي برشلونة عرض مستمر، وبدأ النادي الكتالوني مفاوضات مبدئية مع الفريق الأول لخفض حجم الرواتب وملائمتها مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد. واعترف نائب رئيس البارسا للشؤون الاقتصادية جوردي مويكس بأنها ليست سهلة، فخلال الموسم الأخير تمكن النادي الكتالوني من خفض حجم رواتب اللاعبين بنسبة 6% ليصل إلى 520 مليون يورو، ما يعني ترشيدا بقيمة 42 مليون يورو. وقال مايكس: ندرس الطرق المتاحة، لم يحدث اتصال رسمي بعد، لكن في ظل الوضع الحالي لكرة القدم العالمية علينا أن نتخذ مجموعة من الإجراءات، نعمل حاليا على هذه المسألة. وأشار إلى أن هذا الوضع موجود في عدة قطاعات بالنادي، وشمل تخفيض النفقات العملياتية بجانب نفقات طاقم العمل. وأضاف المسؤول: بالنسبة للقطاع الرياضي أخذنا في الحسبان بعض المعايير التي تحددها الأمانات الفنية، اتخذنا قرارات كذلك لتعزيز العمليات الرياضية وملائمتها مع الوضع الحالي. ووفقا لمصادر متنوعة، بلغ التوفير في حالة سواريز 23.4 مليون يورو سنويا مقابل 13.3 مليون لراكيتيتش و9 ملايين لفيدال. وقال مايكس: إنها مسألة ترتبط بسرية التعاقدات، حدث تحرر من حجم الرواتب، لكن المسألة لا ترتبط بهذا فقط، وإنما بتجديد تعاقب الأجيال في الفريق مع منح الأولوية للتقييم الفني والكروي على الاقتصادي. رجعنا مع حضراتكم. طبعا أزمة مالية بيمر بيها مش برشلونة بس، لكن برشلونة بشكل خاص بيمر بأزمة مالية كبيرة جدا. وعايز أقول لكم برضو وانت تناقشين يا سهام، الموضوع صعب على الجانب المادي، لأن أنا برضو ليا تجربة حصلت في نفس النادي، كنت بلعب في كازازلاوتن وكان في نفس مشكلة مالية كبيرة جدا بتمر بالنادي. فطبعا بيقللوا او بيبعتوا جوابات للعيبه، خلي بالكم ما بيبقاش خاص تقليل الرواتب، ما بيكونش كده يقول لك رئيس النادي يقول لك انا اتخصم منك عشان هشيل، لا أكيد. بيكون في خطوات. اولا بيتبعت جواب للاعب او لوكيل اللاعب بيقول له احنا بنطلب منك مشكورا انك ممكن تسايب معانا، عندنا مشكله ماليه وعايزين نخصم مثلا 5 أو 6 أو 10% من مرتبك. اللاعب ممكن جدا من حقه يقول ومن حقه يقول لا، يعني دي كمان بترجع للاعب ووكيل اعماله. لو اللاعب قال هم بيحاولوا النفقات تقل شويه على مستوى برشلونه، سواريز لما اتباع، راكيتيتش لما اتباع، كل دوت بيحاولوا يجمعوا اموال. فعايز اقول لك الازمه ماليه، وكمان يعني النهارده هجيب موارد منين؟ ما انت النهارده الحال كله كان متوقف والدنيا كلها كانت واقفه، وانت راجع في ازمه اقتصاديه كبيره مش بس على مستوى المرض او انتشار الفيروس، انت بيصاحب انتشار الفيروس ازمه اقتصاديه كبيره، جائحه زي ما بنطلق عليها. فانت النهارده ازاي تستثمر او خلينا نقول نبحث في موارد اخرى، يعني تبحث في موارد اقتصاديه ليه؟ هو بيحاول بقدر امكانه يرشد الانفاق شويه في اللي عنده. أيوة، طبعا برشلونه لما تيجي تخصم النهارده 5% ولا 10% ده بالنسبه لهم مبالغ، مش بالنسبه للاعيب، مع التجميعه دي هيحصل مبلغ كبير. أكيد مبلغ كبير اكيد. فيعني الله يكون في عونكم. لكن برشلونه ماشي بشكل كويس، وده الاهم في الليجا ماشي بشكل كويس. تعالوا نروح للبريمير ليج. نادي ليستر سيتي طبعا الانجليزي بيوافق على اعاره جناحه الدولي الجزائري رشيد غزال لنادي بشكتاش التركي لمدة موسم واحد. أنا غزال طبعا غزال إعارته لفريق فورنتينا. أنتوا عارفين أنه غزال أصلا كان على قائمة ليستر، لكن راح فورنتينا للإعارة، لكن رجع تاني لليستر، لكن رفض المدرب روجرز طبعا الاعتماد عليه، وبالتالي هيكون هذا اللاعب الجزائري أو اللاعب الدولي الجزائري موجود في بشكتاش التركي في الموسم القادم. طيب هنرجع تاني لبرشلونة. الحقيقة النهاردة عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة كان في طبعا شكوك حوالين مستقبله، والنهارده غيابه عن الفريق النهارده بيأكد ده. لكن بحسب صحيفة سبورت الإسبانية، وده نقلا عن مصادر من النادي نفسه، ديمبلي راح فعلا لمقر التدريبات، لكن اتقال ان وضعه ما بيسمحش له انه يتدرب، وانه بيعاني من اضطراب
بالرغم من انه ما شاركش امام اشبيليه، برضه لسه يعني مصيره لم يحسم او موقفه. فالنهارده دي برضه مشكله كبيره امام نادي برشلونه بسبب ديمبلي. صحيح، ومشكله كمان على مستوى كمان المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي احنا عارفين ان في اجنده دوليه وفي تجمع للمنتخب الانجليزي. طبعا تاجل وصول تامي ابرام وبين تشويل وجادون سانشو الى استاد طبعا سان جورج بارك، ده مقر التدريبات في منتخب انجلترا اللي بيتجمع للاجنده الدوليه بسبب احتماليه التهاكم للقواعد الاحترازيه لفيروس كورونا. خلينا نكمل ان في قواعد معينه، حتى اللعيب ما بيقولش بس انا رايح التمرين يعني بعمل المسحه او بيتكشف عليا، لا ده كمان في حياته الشخصيه بره انت بتعمل ايه. في تجمع للمنتخب الثلاثي اللي طبعا تم تاجيل انضمامهم للمنتخب الانجليزي، كان طبعا ظهرت لقطات نشرتها صحيفه صن حضور هذا الثلاثي لاحتفال في لندن احتفالا طبعا بعيد ميلاد زميلهم ابراهام، يعني عنده 23 سنه. وبكده تم انتهاك القواعد. التحقيقات طبعا الخاصه بالاتحاد الانجليزي بتحسم الامر. خلينا نتكلم شوف لدرجه ايه، يعني انت قواعد بتمشي على قواعد، بس انت مش هتروح مثلا الاستاد تعمل اجراءات تحليليه او قبل المباراه بتعمل اجراءات تحليليه، لكن كمان في تجمع للمنتخب ثلاثي من المنتخب الانجليزي راحوا عيد ميلاد ابراهام وكان في حفله، فطبعا هم الناس خايفه ان ممكن يكون حصل حاجه وبالتالي اتوقف انضمامهم للمنتخب الانجليزي طبيعي. لحين طبعا صدور امر اذا كان ممكن جدا يكونوا موجودين او مش موجودين. فده اللي بقول عليه ان حتى الاجراءات الاحترازيه والقانون واللوائح بتطبق على اللعيب، حتى ما تقولش بقى دي حياتي الخاصه انا رايح عيد ميلاد، ما انت بتمشي على سطر وتسيب سطر لو قلت يعني كده بالظبط. فده اللي نتمنى ان شاء الله ان الفكر ده يوصل لنا ان شاء الله، ويعني ناخد خطوات ايجابيه في الطريق للتخطيط الكرة الاحترافية اللي احنا شايفينها. يعني انت بتتكلم في ايه؟ ده مرض يعني. فالقواعد تطبق زي ما في كده اجراءات طبية صارمة تطبق على الجميع، فتطبق على الجميع سواء بقى في حياتك الشخصية، سواء وانت في الشارع وانت في الشغل وانت في الملعب، فده طبيعي جدا. هناخدكم لبرشلونة تاني. النهاردة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة كان ليه تصريحات بيقول فيها انه عايز يتعاقد مع الهولندي اللي زيه مونفيس ديباي مهاجم اولمبيك ليون الفرنسي قبل ما نهاية سوق الانتقالات الصيفية يخلص. على فكرة هو يخلص كمان خلال ساعات، يعني لسه الانتقالات الصيفية في أوروبا هيخلص كمان ساعات من دلوقتي. كومان كان بيقول في تصريحات لقناة هولندية كبيرة أنه بيرغب في ضم ديباي لبرشلونة وهو يريد الأمر نفسه، قصده على اللاعب. فكان ليه كمان تصريحات كومان بيقول أنه ديباي لاعب رائع جدا، يقدر أنه يلعب مهاجم لكنه يؤدي عملا رائعا حين يلعب في الجناح الأيسر. فطبعا ده يعني دي قوة لي أو لنا دي، وإن شاء الله يعني نشوفه يمكن أو بيفوز بقى بال لعيب مميز طبعا. ده لعيب في القادم إن شاء الله يعني ده لعيب مميز جدا، كان في أندهوفن وراح من أندهوفن راح للمان يونايتد، ومن مان يونايتد راح لليون وعمل مستوى أكتر من رائع مع ليون، وشفنا زي ليون بيوصل للأدوار النهائية في الشامبيونز ليج. فطبعا تاني ما بين قوسين إن رونالد كومان عنده أكيد عنده رؤية فنية، عارف الولد ما كان بيلعب في أندهوفن وممكن جدا يفيده الفترة اللي جاية. تعالوا بقى دلوقتي نروح لأسطورة جديدة من أساطير النادي الأهلي. طبعا معانا خبير كروي كبير جدا جدا من خبراء الكرة المصرية، واحد من شيوخ المحللين الكرويين للمباراة في الوقت الحالي طبعا، وكان لي الشرف ان انا كنت متواجد معاه تحت الإدارة الفنية كابتن طبعا الكبير اللي هيكون موجود معانا او أسطورة النادي الأهلي الشيخ طه اسماعيل. طيب. ده هيكون معانا النهارده، يعني هنشوفه اسطوره اهلاويه في الشاشه طبعا. وايام ما كنت كمان في يعني لعيب كان ليه بصمه كبيره جدا على حياه هاني رمزي كلاعب من خلال منتخب مصر. قول لي كده حاجه منها، قول لي حاجه كده من البصمه. لا من بصماته يعني. طبعا عمليه الالتزام، يشدد على عمليه الالتزام وشدد على عمليه التفاني في العمل والتفاني في التدريبات، فدي من الحاجات اللي الكابتن او الشيخ طه طبعا بيبرزها، غير طبعا رؤيته الفنيه الكبيره اللي بتظهر دلوقتي في الاستوديوهات التحليليه من خلال تحليل اكتر من رائع. طبعا هنشوف النهارده التقرير ده عن اسطورتنا، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا النهارده الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي في البيت الكبير. اتفضل. حماده امام وثرو حلو القاها، هو الجول اولها اتكر، يكفى فخر
يكفى فخر. أحد خريجي مدرسة الأخلاق والمبادئ في القلعة الحمراء، مهاجم يعرف جيدا الطريق للشباك، ومدرب حاز البطولات عقب الاعتزال، محلل رياضي لا يشق له غبار في توصيف مباريات كرة القدم وتحليل أداء اللاعبين والمدربين. إنه شيخ المحللين العرب وأحد أساطير النادي الأهلي على مر العصور، الكابتن المخضرم القدير طه إسماعيل. ولد الشيخ طه في 8 فبراير سنة 1939 في حي المعادي، وبعد ممارسة كرة القدم في شوارع الحي رفقة أصدقاء الطفولة انضم للنادي المصري القاهري، حيث لعب معه في ذلك النادي النجم الآخر في صفوف المارد الأحمر ميم الشربيني، قبل أن تقع أعين كشفي الأهلي عليهما وينضم معا للأهلي عام 1951. طه إسماعيل باختصار شديد هو اكتشاف المدرب المجري السابق للقلعة الحمراء تيتكوش، حيث أعجب بقدرات الفتى الصغير منذ أن وقعت عيناه عليه، فضمه لمعسكر إعداد الفريق في مطروح ولعب مباراة به وسجل هدفين. طه في الوينج الشمال لصالح سليم، وانتو بينه وبين طه، هو والجول، وبيحطه في الجول، الجول الثاني، الجول الثاني. خلال هذه الرحلة مع المارد الأحمر لاعبا، حصد طه إسماعيل 9 بطولات، منها 4 بطولات للدوري و3 بطولات في كأس مصر، بالإضافة إلى دوري منطقة القاهرة عام 1958 وكأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وسجل خلال مشواره 81 هدفا بالقميص الأحمر. كما نال مع منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية سنة 1959، وتوج بلقب أفضل لاعب في مصر عام 1961 و1962. ولا تنسى جماهير القلعة الحمراء وعشاق طه إسماعيل مباراة ربع نهائي كأس مصر عام 1967 أمام طنطا، حيث كانت الأخيرة للشيخ طه مع الشياطين الحمر، وبعدما قاد الفريق للفوز 2-1 وسجل هدفي الفريق في عملاق الدلتا حينذاك، أعلن اعتزاله كرة القدم وهو في قمة تألقه وعلى ذراعه شارة قيادة الفريق الأعظم في إفريقيا. وعقب الاعتزال اتجه لعالم التدريب، فدرب الكثير من الفرق داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها بيته النادي الأهلي الذي قاده للفوز بكأس الكؤوس الإفريقية للمرة الثالثة والاحتفاظ بكأس البطولة للأبد. كما تولى تدريب منتخب مصر الأول مرتين ومنتخب الشباب، وكانت نهاية الرحلة التدريبية مع الدراويش عام 1999. وفي السنوات الأخيرة اتجه للعمل الإعلامي في التحليل الرياضي بعدد من القنوات التلفزيونية، وأثبت حنكة وخبرة كبيرة كعادته في هذا المجال أيضا. أما سر لقب الشيخ فيعود للعام 1959، حين سجل في مرمى الحارس الشهير للترسانة زعتر في نصف نهائي بطولة كأس مصر وهو صائم آنذاك، ليطلق عليه الجميع الشيخ طه، فضلا عن أنه اشتهر بتدينه الشديد. كرة مش بيبقى حظ، يعني أنا ما أعترفش مثلا بحكاية النواحد إلا في ناحية التوفيق، يعني بعتبر فريق موفق وفريق غير موفق. مرحبا حضراتكم في البيت الكبير. في فقرتنا الحوارية دي هنتكلم فيها عن كل حاجة تخص النادي الأهلي في كافة الملفات، سواء الملف الإنشائي، التسويقي، الرياضي، الكروي والاجتماعي. علشان كده فقرتنا النهاردة مختلفة تماما، أعتقد إن هي هتهم كل أهلاوي عاشق للنادي الأهلي. هتطمنوا من خلال الفقرة دي على نادينا، هتعرفوا كمان كمية الصعاب أو التحديات اللي أنجزها أو بينجزها في الوقت الحالي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ضيفنا النهاردة في البيت الكبير الأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي برحب بيه ومنور بيته البيت الكبير. استاذ طارق منورنا. الله يخليك، منورنا في البيت الكبير. انت مش غريب، واحد من العيله زي ما بنقول. منورنا في البيت الكبير، وزي ما قالت سهام ان شاء الله تكون الحلقه الناس تستفيد منها.
التحديات الكتيرة جدا والملفات الكتيرة جدا اللي على ترابيزة مجلس إدارة النادي الأهلي وحضرتك عضو موجود فيها إن شاء الله تطمن الناس وتقول مستقبل النادي رايح فين وإحنا واقفين فين. ودايما بنقول إن النادي الأهلي هي منظومة نجاح. قبل ما أتكلم مع حضرتك في ملفات كتيرة جدا، معانا تقرير النادي الأهلي منظومة نجاح. الأهلي منظومة نجاح منذ اللحظات الأولى التي تسلم فيها كابتن محمود الخطيب ورفاقه في مجلس الإدارة دفة قيادة الأمور بالنادي بعد أن منحتهم الجمعية العمومية كامل الثقة في الانتخابات الأخيرة. كان شعار المجلس ولا يزال طموحات الأهلي على قدر عائلة الأهلي بما تضمه من أعضاء وجماهير وعشاق في كل مكان. ومنذ اليوم الأول لتسلم المهمة الإدارية لنادي القرن كان فريق العمل كخلية نحل، كل يعي دوره بنظام دقيق، وما بين ملفات إنشائية وأخرى تطويرية ودراسات مستقبلية توازيا مع الملفات الرياضية وخصوصا الكروية، دارت رحل عمل الدؤوب دون ما توقف، فانبثقت اللجان وتوزعت الأدوار تحت مظلة الأهلي فوق الجميع. أنكر الكل ذاته وأعلى شأن الأهلي وفقط، لجان في خدمة الأعضاء اجتماعيا وثقافيا ودينيا ورياضية، وأخرى واصلت حركة التطوير الشاملة في مقار النادي الثلاثة، وثالثة تنهي مشروع استاد الأهلي وي السلام كأحد أحلام الجماهير العريضة الذي لن يكتمل إلا ببدء العمل الفعلي في استاد الأهلي الكبير بالشيخ زايد ليبزغ فجر الحلم الأكبر، وهو ما تتواصل الدراسات بشأنه بكل قوة. هذا تواكباً مع وثبة جديدة وتاريخية وغير مسبوقة لقناة الأهلي في ثوبها الجديد بشكل ومحتوى إعلامي يرتقي بالرسالة الإعلامية الرياضية إلى الصورة التي يجب أن تكون، بعيداً كل البعد عن الابتزال وركاكة المضمون وأحادية الفكر وفردية الظهور وتطرف المفردات وتدني المحتوى وتصدير مشاهد الثرثرة. لجان أخرى واصلت الليل بالنهار للانتهاء من مشروع شركات الأهلي المساهمة على نطاقاتها الثلاث: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة استاد الأهلي، وشركة الأهلي للسياحة والخدمات. كل هذا بقافلة تسير بكل نجاح جنبا إلى جنب مع القافلة الرياضية التي تشق دروب الإنجازات بكل فخر وزهو على مستوى اللعبات الفردية والجماعية، ما يحفظ مكان ومكانة الأهلي في صدارة المشهد دائما وبكل جدارة واستحقاق. ثم تبقى مسيرة الأهلي الكروية التي تحظى بالاهتمام الأكبر من الملايين من عشاق الأهلي في كل ربوع العالم، تبقى محط اهتمام خاص للغاية من مجلس إدارة النادي بقيادة كابتن محمود الخطيب. فتجاوز الأهلي كل التحديات وحصد بطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي، محققا أرقاما قياسية غير مسبوقة جماعية للفريق ككل وفردية على مستوى اللاعبين الذين يتقدمهم محمد الشناوي في موسم للتاريخ. ووصل الفريق إلى قبل نهائي دور الأبطال بعين النسر الأهلاوي المتجه بقوة نحو البطولة مهما كانت صعوبة الظروف وحساسية الملابسات. وكعادته انتصر مجلس الأهلي لقيم ومبادئ النادي وأخلاقياته، فكان الحزم والحسم في التعامل مع كل الملفات الداخلية، ثم كان الحسم والحزم الأكبر في مواجهة أي محاولة من شأنها الإجهاز على رموز الأهلي وثوابته. لم يغض المجلس الطرف ولم يؤثر الصمت، بل واجه بكل صرامة مطالبا كافة الجهات المختصة بضرورة وضع نقاط الانضباط فوق حروف الأخلاق ترسيخا لثوابت الرياضة وأخلاقياتها، رافضا انفلات الزمام من أي شخص كان، رافعا شعار
لا تراجع أبدا أمام أي تجاوز مهما كان حجمه وأيا كان مصدره. عجلة عمل تدور على كافة الأصعدة دون توقف، وإذا كان الأمس يشهد بفكرة واليوم يؤكدها واقع، فإن غدا به الكثير والكثير. فالحلم الأهلاوي حتما بلا حدود. عن مزيد الملامح في هذا الحلم الكبير وكيف بدأت المسيرة وكيف سيكون مسير المحاسب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يكشف الستار عن رحلة نجاح تمت في صمت كبير ولا يزال بها كثير التفاصيل في هذا الحوار المرتقب على شاشة الأهلي. رجعنا مع حضراتكم تاني، والاستاذ طارق منورنا في البيت الكبير يا استاذ طارق، وزي ما شفنا في التقرير نجاحات ما شاء الله على مستوى كبير جدا. ولكن قبل ما نتكلم عن النجاحات والملفات والتحديات، خلينا اتكلم مع حضرتك، نرجع ورا شويه مع بدايه الانتخابات، وخليني اقول لحضرتك كان من حاجه محترمه جدا جدا، يمكن حتى الاعلام ما سلطش الضوء عليها بشكل كبير، وان حضراتكم او القايمه عرضت برنامج انتخابي مكتوب ما بين قوسين مكتوب، وده أول مرة تحصل في تاريخ الأندية. ده بيدل كمان على احترامكم للأعضاء الجمعية العمومية، ويكون في لأول مرة في تاريخ النادي أو حتى في تاريخ الأندية أن يكون في برنامج انتخابي مكتوب. طبعا أنا بشكركم على الاستضافة دي، وبشرف في قناة الأهلي بعد التطوير الجميل اللي حصل فيها، وإن شاء الله أفضل وأفضل. يعني بداية من أول ما كابتن محمود الخطيب قرر يدخل الانتخابات واختار قائمته، حتى في اختيار القائمة كان في مجموعة معطيات كان حطها كابتن محمود، وكنا مجموعة كبيرة، بعدين انحصلت في الآخر في الأسماء اللي نزلت الانتخابات. كان في إصرار على وجود برنامج انتخابي مكتوب، وده الأول مرة في تاريخ مجالس إدارات الأندية يعني في انتخابات ان ينزل حد ببرنامج انتخابي مكتوب. البرنامج ده وقتها يمكن في كل عنصر فيه كان فيه مجموعه، يعني حضرتك لو كنت رحت وقتها مثلا عند المقر الانتخابي الكابتن محمود الخطيب، كان دايما كل عنصر من قبل ما يتكتب بند فيهم في عناصر البرنامج الانتخابي كان بيكون قاعد مع المختصين في كل مجال. لو قصه متعلقه بالعاملين من المختصين في الجزء ده، لو قصة متعلقة بالاستثمار الرياضي مع المختصين في كل نواحي البرنامج. الإنشاءات طبعا خدت مجهود كبير جدا برضو عشان توصل بالنادي الأهلي للمكانة اللي بيتمناها أعضاء وجماهير. ده كل ده تحضير البرنامج الانتخابي المكتوب، يعني عشان يبقى برنامج واقعي مش مجرد. وبعدين هي فكره برنامج مكتوب كمان هي بتلقي الزام علينا، صحيح، يعني مسؤولية. علينا صحيح. مسؤوليه خلاص، لان بفضل ربنا يعني الحمد لله احنا تقريبا انتهينا من حوالي 98% من البرنامج ده، من البرنامج، من البرنامج نفسه، من برنامج عائله الاهلي، برنامج عائله الاهلي، برنامج عائله. وكان مفهوم عائله الاهلي وقتها برضو مفهوم جميل، ان عائله الاهلي هي عباره عن العاملين بيه والاعضاء والجماهير وكل ما يمت بصله للنادي الاهلي فهو جزء من عائله الاهلي، الاسره، جزء من عائله الاهلي. فكان مفهوم جديد، ده بيزيد كل العناصر المرتبطه بالنادي بيزيدها ارتباط، وفي نفس الوقت بيلقى عليك كمسؤوليه كمجلس اداره ان قدامك مهمه تقيله لازم تحققها. طبعا هو بيحصل في خلال، كلنا عارفين يعني، مواضيع اما يكون في برنامج محطوط مش معقول انت في الفتره كلها اللي انت بتقضيها كمجلس اداره هو ده بس اللي بيصادفك، يعني بتكون مجموعه تحديات كبيره جدا ثانيه غير اللي مكتوب في البرنامج بيصادفوك يعني. صحيح. والحمد لله بفضل ربنا بمنتهى الهدوء المجلس بيتعامل. ليه قلنا ليه قلنا ان اللي في التقرير ان حوار مرتقب؟ لانه الاهلي في الفتره اللي فاتت كان يعني بيحصروا اخبار كتيره جدا ومشكلات كتيره جدا، والحقيقه يعني عايز اتكلم عن من ضمن المشكلات او التحديات دي طبعا ملف الكوره هنرجع له بالتفصيل لانه ملف كل الناس منتظره. التحديات الكتيره قوي او الكبيره اللي كانت بتواجه النادي الاهلي ما كانتش سهله كمان، مش بس على قد يعني كترها. النهارده كمان كان من ضمن التحديات ديت لائحه
ووضعتها أعضاء الجمعية العمومية وكتبت بالصياغة أو اتصنعت من قبل الجمعية العمومية لما يخدم صالح النادي، النادي الأهلي. كلمنا عن هذا التحدي أستاذ طارق. طبعا هو تعليق على كلام حضرتك بالنسبة للتحديات أو المشكلات أو الحاجات اللي هي بتواجه، ده طبيعي. إن النادي الأهلي ده الحمد لله يعني أكبر نادي في الشرق الأوسط، يعني من أكبر الأندية الموجودة في الشرق الأوسط، أكبر نادي عربي، فبالتالي لازم يكون دايما قدامك تحديات كتيرة، ده طبيعي. يعني هو الأهم إن هو دايما تكون شخصية الأهلي موجودة. شخصية الأهلي دي حاجة هي مش شعار برضو، هي مكونات معينة بنلتزم بيها كلنا على مدار العصور. شخصية النادي الأهلي هي انضباط، سلوكيات، معهم فكر البطولة، بس بيتقدم كلمة الأهلي فوق الجميع. مش طول الوقت بنقول الأهلي فوق الجميع، هو الأهلي فوق جميع أبنائه. لو تعارضت مصلحة الشخصية مع مصلحة النادي الأهلي فالأولى هي مصلحة النادي الأهلي. صح. وفي تاريخنا ده كله في مواقف كلنا، وكابتن هاني طبعا عارف بتدلل على ده، بنقعد بنستشهد بيها. يعني احنا لغايه دلوقتي السنه اللي فاتت كان في زي ما بنحكي في الثمانينات، كابتن حسن حمدي خد قرار 18 لعيب قبل ماتش مهم، ماتش الزمالك، كابتن وقف وبنحكي القصه دي حفاظا، وما همهمش وقتها موضوع نتيجه الماتش، الاول هو انضباط. وكسبت الانضباط وكسبت البطوله. السنه اللي فاتت كابتن محمود الخطيب وصل له من المشرف على بعثة تنس الطاوله ان في اتنين من ولادنا في النادي عملوا حاجات مخالفات، يعني فكان مفترض يقع لهم جزاء، حاجه تخرج عن روح النادي الاهلي، عن شخصيه الاهلي. كابتن محمود الخطيب خد قرار على طول مباشره بان هم يتم ترحيل، يرجعوا تاني القاهره، يرجعوا مصر تاني. ما هو ده استاذ طارق، كان عندنا بطوله مهمه والماتشات شغاله، وما كانش في المقام الاول انك تكسب، المقام الاول هو الانضباط. صحيح. اللي هي ما زلت مصر عمرها ما كانت شعار في تاريخ النادي الاهلي. ده حقيقي. وكسبت البطوله برضه. صحيح. لان هو في النهايه هو التحضير مع الاخلاص مع روح الفانيلا الحمراء، احنا حتى كنا مسمين البرنامج تحته كده، كنا كاتبين مجلس بروح الفانيلا الحمراء. حقيقي. اللي هي بتعني كتير جدا. شخصيه النادي الاهلي جواها شخصيتك كمان كعضو مجلس اداره النادي الاهلي. ان في بتفرض عليك التزامات وواجبات اتجاه النادي الاهلي. صحيح. عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالنسبه لنا هو اراءه كلها، نختلف جوه مجلس الاداره، ده طبيعي جدا. طبيعي. ده حاجه صحيه. انما في النهايه بيخرج كل اعضاء مجلس الاداره على قلب راجل واحد. صحيح. في اي قرار النادي المجلس بيتخذه. البعد عن اي مهاترات، هي دي شخصيه النادي الاهلي. ايا يكون المهاترات من اي نوع، تلفظ غيره والكلام ده، انت بتعمل ايه؟ الطرق القانونيه والشرعيه وبتصر عليها. صحيح. انما غير كده ما بتدخلش في اي متاهات تقلل من قدر النادي الاهلي. ده حقيقي، ده حقيقي، وده من خلال حاجات كتير جدا، ملفات وازاي حلتوها، ومجلس الاداره تحدى ملفات كتيره جدا. ودايما كنت بقول عنصر الوقت كمان مهم جدا، ازاي تطلع بقرار في الوقت دوت، ده كمان مهم. هنيجي لكل دوت، لكن خلينا في حضرتك كنت بتتكلم على شيء مهم جدا، هي اللائحه الخاصه، ان يكون في لائحه خاصه للنادي الاهلي، وده بيقع مسؤوليه على حضرتك واعضاء الجمعيه العموميه كمان، جزء من هذا السياق، وبيحطوا ازاي ممكن اعضاء الجمعيه العموميه كانوا بيحطوا البرنامج او بيحطوا اللائحه الخاصه بيهم داخل النادي الاهلي. بص حضرتك، برضو هو بدايه من يعني ايام الانتخابات كان في وعد قطعه الكابتن محمود الخطيب والقائمه طبعا بالتالي، ان اول حاجه تكون قبل ما تنتهي السنه يكون لائحه النادي الاهلي وضعت، لانها كان بيحكمنا لائحه الاسترشاديه. صحيح. وكان لا يليق بالنادي الاهلي ان هو يديره لائحه استرشاديه. اول لائحه في تاريخ النادي الاهلي وضعها ابنائه كان في 1908. دي اول لائحه. بعدها كل اللوائح على مدار تاريخ النادي الاهلي كانت بتضعها الجهه الاداريه. لوائح الجهه الاداريه والقانون كان بينزل مش الاعضاء، الوزير، لا على مستوى كل الانديه الوزير كان بينزل لائحه. فانت جالك القانون الجديد اللي هو قال لك ممكن يا تمشي باللائحه الاسترشاديه يا تعمل جمعيه عموميه، بس بشرط عدد معين لاكتمالها، وبناء عليها تقر لائحتك الخاصه بيها. كانت محتاجه يعني شغل جامد طبعا، وبدات الاول بمسوده عكف عليها القانونيين، بس كان عباره عن مسوده ان هي نشوف اراء الجمعيه العموميه، الفيدباك بتاعهم،
وعرضت يعني من الجميل ان المسوده دي عرضت بخطاب موقع من كابتن محمود الخطيب على مفكرين ومثقفين ويعني يعني رموز جوه المجتمع اصلا قبل ما يقبلوا بارائهم لان احنا بنعتبر لائحه النادي الاهلي ده قانون النادي الاهلي صحيح اللي هو من حق القاعده العريضه في مصر انها تدلب دلوها فيه مزبوط. فكان في مسوده مسوده عرضت بالظبط كده عرضت على القانونيين والاستشاريين لا مسوده هو وضعها قانون مسوده الاول عرضناها احنا على الجمعية العمومية وعلى الراي العام المسوده دي يبدو رايهم فيها مع المسوده دي عملنا مجموعه ورش عمل كتيره جدا ورش عمل مرأة ومثقفين فنانين ادباء جميع الوان الطيف من المجتمع اتعملت جوه مقرات النادي الاهلي ورش العمل دي خرجنا منها بنقاط كتير تلقينا اقتراحات من يمكن يتجاوز 500 اقتراح تقريبا ممكن اقتراحات من كمان الأعضاء. ما كانت بره الصندوق يعني ممكن اقتراحات خرجت من الجمعية العمومية ممكن ما تكونش موجودة او مطروحة وبالتالي كان في استفادة كمان ان الجمعية العمومية كل ليها رأي في اللائحة بتاعتها يعني فده اللي حصل في طريقة خريطة الطريق بتاعت اللائحة نفسها شارك طبعا في يعني كان ليا شرف من اعضاء مجلس الوزراء اللي كنت موجود في لجنه اعداد اللائحه كان موجود قامه من القانونيين في مصر طبعا عكفوا على الكلام ده الحمد لله خرجت في النهايه لائحه تليق بالنادي الاهلي اكتملت الجمعيه يوميا النصاب اللي هو المفترض حدوثه وكانت سعاده بالنسبه لينا غير طبيعيه ودي ثاني لائحه في تاريخ النادي الاهلي يضعها ابنائه بقى مش مجرد بس ان هو الطبيعي بتاع اي لائحه في اي نادي ان هو بينزل لائحه جمعيه يوميه وافق او ما فيش يعني احنا اصرنا على ان احنا خدنا كل المراحل اللي هي نضمن انها بتمثل وبتعبر عن الجمعيه الاميه للنادي الاهلي ده شيء مهم جدا وهناخد من اللائحه ديت يا ابرز ما فيها ان ازاي اللائحه ديت بتضمن مستقبل النادي الاهلي على خاصة المستوى الاستثماري احنا بنتكلم دايما وحضرتك عارف ان خلاص الرياضة وخاصة كرة القدم بقت نوع كبير من الانفستمنت واللي معاه فلوس والشغل الانفستمنت والاستثمار موجود بشكل كبير في النادي الاهلي او في الكورة بشكل عام ايه اللي يضمن من خلال اللائحة ديت ايه اللي يضمن مستقبل النادي الاهلي على مستوى الاستثماري اللي يضمن كان في بند يعني اصرنا كمجلس على وجوده وفي نفس الوقت الحمد لله تمت الموافقه عليه من جمعيه يوميه ان هي اي شركه مساهمه لان القانون الجديد سمح بان الانديه تعمل شركات يعني فلازم يكون 51% من ملكيه اسهم الشركه للنادي الاهلي وده اللي خلانا بعد كده اللي هو مؤخرا بنفكر اللي هي بدا بقى التفكير الجدي هو كابتن محمود الخطيب عرض من جلستين الجلسه اللي قبل اللي فاتت عرض اللي هو المقترح بقى بتاع دراسه وانشاء الشركات بحيث في ثلاث لجان اتعملوا لجنه لشركه كره القدم لجنه للاستاد حضرتك عضو فيها للاستاد ولجنه لشركه السياحه بحيث ان دي برضه تبقى نواه هي اللجان دي لدراسه ومحطوط بنود كورق عمل ليها يعني زي كره القدم ما يتعلق بالاكاديميات والرعايه والبث كل ما يخص كل من كل النواحي من كل ما يعني واي تطور هيحصل سواء داخل مصر او خارج مصر تمويل كل حاجه الدراسات بتنتهي كابتن محمود الخطيب طالب قبل في ديسمبر 1/12 ان شاء الله كل لجنه تكون انتهت من عملها بحيث تقدم المقترحات الكامله لمجلس الاداره طبعا الكلام ده بيساعدنا في قامه موجودين من ابناء النادي الاهلي العظام يعني في المشار محمود فهمي الدكتور سعد شلبي استاذ التسويق الدكتور فاروق العوضه هيكون داخل فيه يعني كل من قامات محب النادي الاهلي اللي بيشاركوا بخبراتهم كل واحد في مجاله مع شغلنا كاعضاء مجلس اداره كمان فده التفكير اللي هو حتى يعني التسميه بتاعتها رؤيه 2050 الفيجن بتاعك كنادي اهلي ل 2050 شايف النادي الاهلي يروح على فين وده طبعا التفكير المنطقي اللي هو يواكب رياده وقيمه النادي الاهلي عايز اتكلم يعني بالتفصيل حتى عن شركه كره القدم اللي حضرتك عضو فيها وطبعا في اللجنة. عضو اللجنة. في اللجنه وبرئاسها طبعا المهندس خالد المرتجي عايز اتكلم في ده بالتفصيل الاستاذ محمد الضمة وطبعا استاذ محمد الضمة هنجي له بالتفصيل الكلام ده لكن عايز اتكلم كمان عن اعضاء فرع مدينه نصر فرع مدينه نصر او يعني الاعضاء في مدينه نصر استفادوا بشكل كبير جدا من اللائحه
الفتحه دي وبيتم معاملتهم النهارده معامله خلاص معامله الاصل. طب اوضح لحضرتك هو حصل لغط وقت ما احنا كنا بنعمل اللائحه كالعاده طبعا على التصويت صح على موضوع ما اقول حاجة هو القصه اصلها اختلفت احنا فاضل ايه دلوقتي بقى في سوشيال ميديا في لها ايجابياتها ولها سلبياتها صحيح ايجابياتها طبعا خلاص دي تحديات جديده كلنا لازم نتعامل معاها احنا في عصر الديجيتال والتحول الرقمي كل ده مفروغ منه يعني انما في نفس الوقت ليها جوانبها السلبيه اللي هي المفترض لو انت شايف شغلك وبعيد عن الاجواء اللي هي تديك طاقه سلبيه بالظبط يعني لان خلاص بقى مفهوم ان ممكن اوقات يكون حاجات مدفوعه مثلا هي حاجات كلها مغرضه عايز تعطل فحصل وقتها ان في اصوات قالت ده انتوا هتعاملوا فرع مدينه نصر كفرع يعني كفرع هو اللائحه في حاجه اسمها المقر هو اللي هو الجزيره ده مقر التاريخي بتاع النادي الاصلي بتاع النادي ده الجزيره وكلنا بنحرص طبعا ان هو المقر لان ده في تاريخ النادي الاهلي كله يعني الجزيره وفي مدينه نصر مدينه نصر بيعامل هو نفس معامله عضو النادي الاهلي موجود في الجزيره هو عضو عامل يعني ما تشترك في النادي الاهلي الجزيره عضو بالتبعيه في مدينه نصر له كل الحقوق وعليه كل الواجبات فما فيش اي فرق بينه هو حصل لغط وقتها واحنا اكدنا عليه ونظر الله كمان اكدنا اكتر بطريقه يعني جوه اللائحه يعني مذكوره بالبنوم جوه اللائحه يعامل عضو مدينه نصر معامله عضو معامله المقر الاصيل يعني عضو الاصيل من حيث شروط العضويه وقابلها والحقوق والواجبات زي ما حضرتك فهو مدينه نصر زيها وشاءت الاقدار حتى ان التطور الكبير قوي اللي حصل في عهدنا يعني البدايه كانت في فرع مدينه نصر يعني فرع مدينه نصر احنا بنتكلم في حوالي 50 فدان تقريبا حصل فيه تطور غير طبيعي حمامات سباحه وحمام امواج يعني لو في تقرير هتبين كم التطور والانشاءات اللي حصلت جوه مدينه نصر واللي لسه جاري تنفيذ حاجات تانية لسه في حلم الاهلاويه الجراج اللي هيتعمل جراج جراج مهم مسطح جدا يعني هيسعى لحوالي 650 عربيه تقريبا جاري التنفيذ ان شاء الله يعني في مجموعه حاجات فهو بس ردا على حته مدينه نصر هو طبعا عشان اللبس اللي حضرتك تحدثت فيه وكان برضو عامل لغط اياميها انه معامله فرع مدينه نصر مش معامله اللائحه واضحه وصريحه ان هو هو نفسه لكن هو ده اللي كان لازم ان احنا هو كابتن محمود خطيب ليه كلمه جميله قوي ايامها فهو ما بيحبش يتقال ايه فرع مدينه نصر فرع الشيخ زايد فرع لا الاهلي الكائن بالجزيره الاهلي الكائن بمدينه نصر الاهلي الكائن موضوع الفروع ده كله اهلي يعني كله اهلي كله كيان كلها العائله زي ما بس ده ده اللي متواجد في مدينه نصر ده اللي متواجد في الشيخ زايد ده المعارف المجلس العنوان بس يعني. المجلس نفذ كم في الميه من برنامج عائله الاهلي استاذ طارق حوالي 98% تم تنفيذه 98% 98% تم تنفيذه من البرنامج غير كل المستجدات اللي حصلت يعني من ضمن الحاجات اللي برضو الحمد لله عندنا في خلال الدوره الانتخابيه بتاعتنا اللي هي التعامل مع التقنيات الحديثه يعني عندنا في المجلس في مستشار للتحول الرقمي والتكنولوجيا والتحول الرقمي الاستاذ محمد صبان وده برضو استحداث لحاجات موجوده جوه الانديه لان احنا برضو شايفين النادي الاهلي ده هو المفروض يبقى يدخل في الانديه الرقميه موضوع الديجيتال والكلام ده موضوع كبير جدا وبيدر دخل وعمليه تسويقيه ومن حسن الطالع ان احنا يعني من ايام كان في بدا البث التجريبي للويب سايت بتاعنا للموقع الموقع نادي الاهلي بالعربي وانجليزي وفرنساوي ده بيسهل التواصل مع كل محبين النادي الاهلي في الشرق يعني في العالم كله في نفس الوقت بيعمل لك عمليه تسويقيه غير طبيعيه ان هيبدا يستخدم كديجيتال وفي التسويق يعني موضوع كبير جدا هيتم ودي برضو من الحاجات اللي داخله معانا في موضوع الشركات عمليات التخطيط والتطوير الرائع اللي حضرتك بتتكلم عليه اعتقد على مستويات كبيره جدا وعلى مشاريع كبيره جدا ازاي بتخططوا للكلام دوت وحضرتك بتتكلم على في مواعيد معينه مثلا لنهايه مشروع مثلا شركه النادي الاهلي لكره القدم يعني شركه السياحه في حضرتك حاطين ديدلاين او حاطين بلاننج او تايم بلاننج ان الكلام ده هيخلص امتى؟ بص هو حقيقه بيتولاه كابتن محمود اللي هو زي بالظبط كده احنا من سنتين كان كابتن محمود خطيب عمل ورقه 13 ايتمز
يعني ده الأعضاء المجلس بحيث كل واحد يكون شايف نفسه في الموضوع الفلاني ده إن ممكن نعمل فيه شغل يعني. وتم بعدها توزيعه علينا كلنا. بص حضرتك احنا يعني في إدراك كامل جدا عندنا جوه المجلس كمان في فرق بين عمل مجلس الإدارة والعمل التنفيذي، يعني خلي بالك هو في خط رفيع طبعا. أكيد. يعني احنا وضع استراتيجيات، تعيين المديرين سواء مديرين التنفيذ المدير التنفيذي أو خلافه أو مديرين الفروع، التعامل مع اعتماد مثلا قرارات المديرين في تمويل الفرق، تعيينهم، كل الكلام ده يعني كل اللي هي الحاجات الاستراتيجيه والرئيسيه جوه النادي، زائد باشتراكنا كمان في بعض اللجان لمساعد كمان تنفيذ الرؤيه اللي احنا صحيح. لكن في نفس الوقت ما فيش اللي هو تدخل يعني ايه ممارسه العمل اللي هو بمفهوم مثلا ايه ما فيش في النادي الاهلي ممكن نبقى في جلسه مجلس اداره مثلا ونناقش مثلا اللعيب الفلان ده لعب كويس ولا وحش او دي مش شغل يعني أكيد طبعا. يعني احنا مدركين مش موجود في اجتماعات المجلس ولا لا خاص بيك ولا معنيين بيه ده النادي الاهلي يعني في مدير فني بيشوف شغله وفي ناس مسؤوله ليكي تعينيه وتحاسبيهم يعني ده حق مجلس الاداره حق النادي وتقييمهم وكل حاجه انما منطق اللي هو التشابك بين الحمد لله كل المجلس برئاسه كابتن محمود يعني مدركين الكلام ده وده برضو مثل الحمد لله ان ايه شخصيه النادي الاهلي الكامله اللي موجوده في الرمز كابتن محمود ده تحديات تحديات تم يعني او صعوبات كانت يعني بتحاصر النادي الاهلي وانجازات في نفس التوقيت تم انجاز 98% منها زي ما حضرتك ذكرت هنروح نشوف ابرز التحديات دي والصعوبات اللي مرت على النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه نكمل البيت الكبير مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دائما ما تختبر المحن معادن الرجال وتكشف الشدائد عن الأبطال الحقيقيين الباحثين عن العمل والمجد وقد كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورفاقه من هؤلاء الرجال الأوفياء الذين تولوا مسؤولية القلعة الحمراء في ظل ظروف صعبة جدا وواجهوا على مدار أقل من 3 سنوات الكثير من التحديات العملاقة والمعوقات الكبيرة والعراقيل المستمرة التي كانت كفيلة بتثبيط همم الكثيرين لكنهم رموا كل ذلك وراء ظهورهم ووضعوا الأهلي ورفعته والحفاظ على اسمه ومكانته أمام أعينهم ولذا قاتلوا بشراسة وواجهوا كل الظروف الصعبة من أجل تحقيق ما وعدوا به أعضاء النادي وجماهيره في برنامجهم الانتخابي المميز الذي وضعوا له عنوانا لافتا جامعا يحمل الكثير من الود بتسميته عائلة الأهلي. عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة، أنواع الأسرة كلها هي دي العيلة. وعلى الرغم من أن فترة 3 سنوات الماضية منها نحو عام عمليا خارج الحسابات بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم وأدى إلى وقف كافة الأنشطة على مختلف المستويات إلا أن مجلس الأهلي نجح في أن يكون على قدر التحدي على كافة الأصعدة داخل النادي سواء على صعيد الخدمات والإنشاءات الجديدة في كل فروع النادي أو على الجانب الرياضي الذي حققت فيه فرق النادي في كل اللعبات إنجازات لافتة واجه مجلس إدارة النادي الأهلي الكثير من التحديات في الجانب الرياضي خاصة على صعيد فريق الكرة الذي كان له الكثيرون بالمرصاد بسبب نجاحاته المتكررة وسيطرته على الكرة المصرية والإفريقية ولذا كان هناك الكثيرون الذين يسعون لهدمه والنيل من مجلس الإدارة من خلاله لكن فريق الكرة كان على قدر التحدي ونجح في التتويج ببطولة الدوري والحفاظ عليه في موسم صعب ضرب فيه فيروس كورونا المستجد العالم كله وأدى لإرباك وعرقلة الكثير من الأندية لكن الأهلي كان يقرأ خيوط اللعبة جيدا ويستعد للمستقبل ولذا كان الفريق في الموعد وفاز بلقب الدوري ويواصل مسيرته بشكل جيد في كأس مصر كما تأهل المارد الأحمر للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا
في إطار سعي مجلس الإدارة لتحقيق حلم الجماهير بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذي لم يفز به النادي منذ عام 2013. وحتى في الأزمة الأخيرة التي اختلقها السويسري ريني فايلر ورحيله عن النادي في فترة حرجة ومصيرية في مسيرته، أدار مجلس إدارة النادي الأهلي الأزمة بكل احترافية، وكان مستعدا بمدير فني من طراز رفيع هو الجنوب أفريقي موسيماني الأكثر نجاحا على صعيد القارة في السنوات الأخيرة لمواصلة المشوار مع المارد الأحمر. كما حققت فرق النادي الأهلي الرياضية الأخرى نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ولم يقتصر ما حققته من إنجازات على صعيد المنافسات المحلية، وإنما امتد لتحقيق ألقاب قارية ودولية ساهمت في تعزيز مكانة النادي وتشريف الرياضة المصرية في مختلف المحافل، في الوقت الذي لم يتأخر فيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن دعم الأجهزة الفنية لكل الفرق، وكان حريصا على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب. وبعيدا عن كل ذلك، حقق المجلس نجاحات لافتة في السنة المالية السابقة لأزمة كورونا على صعيد الطفرة المالية في ميزانية النادي رغم التدعيمات الكثيرة في كل الفرق الرياضية والصفقات من العيار الثقيل، ورغم سلسلة الإنشاءات المستمرة في كل فروع النادي. ووصلت ميزانية النادي الأهلي في 30 يونيو 2019 إلى 2 ملياري جنيه مقارنة ب 1.3 مليار في العام 2018، فضلا عن زيادة الأصول الثابتة للنادي من أراض ومبان وآلات ومعدات وأثاث وأدوات. ولا ننسى أيضا عقود البث والرعاية الجديدة والتي حققت للنادي أرباحا كبيرة غير مسبوقة. ومن أجل المستقبل الذي دائما ما يحمل همه على عاتقه مجلس الأهلي، ناقش المجلس مؤخرا الرؤية المقدمة من محمود الخطيب نحو مستقبل النادي الأهلي 2050 لمواكبة التغييرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، حيث يستهدف الأهلي خلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي. ومن أجل ذلك تم الاتفاق على إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم وتأسيس شركة استاد النادي الأهلي وأخيرا شركة الأهلي للسياحة والخدمات. بقي في النهاية أن نلقي الضوء على برواز شرف مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه الحقبة الذهبية من مسيرته. الحقيقة عايزة أشيد بالجهد الذي لم يبخل يعني عليه مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ طارق. الحقيقة جهد وإنجازات رائعة جدا شفناها يمكن من خلال التقرير، وده يمكن حتى جزء صغير مش بيوضح قوي كمان كم الإنجازات بشكلها في الواقع بيبين يمكن حجم الإنجازات دي أكتر أفتكر، لكن هنا يمكن التقرير ذكر أكتر من نقطة عايزة أتوقف عندها. موضوع انتشار طبعا فيروس كورونا اللي كان لها قول آخر طبعا وأربكت جميع الحسابات، اللي عايزة أتكلم كمان في حجم الميزانية. الناس النهاردة عمالة تتكلم في 2 مليار، انتوا عندكم 2 مليار في كده. التفاصيل عايزة أعرفها من حضرتك. أولا جائحة كورونا إزاي أثرت على النادي الأهلي وعلى الميزانية داخل النادي الأهلي في الأول؟ هو طبعا هو في دايما يعني مقولة أنا مؤمن بيها أن أما بيحصل ظروف قوية أو تحديات خطيرة أو كرايسيس يعني بتواجهك، هي المؤسسات القوية هي اللي بتكون ده بيبين وقتها المؤسسات القوية. طيب. يعني ده بيبين إذا كانت اتهزت ولا لسه ثابتة واقفة على أرض صلب. الحمد لله تم التعامل مع موضوع الكورونا معنا في النادي الأهلي في الأزمة دي بطريقة حافظت على النادي الأهلي، في نفس الوقت حافظت على متابعة العمل المستمرة وخلافه. احنا مجالس الادارات كان في جزء كبير يعني ايامها كان كله بينعقد بطريقة الزوم يعني اونلاين يعني.
بمناسبة مجلس الإدارات، أنا عايز أقول لحضرتك مثلا إحنا لغاية وقتنا هذا من يوم ما دخلنا المجلس 71 جلسة، 71 جلسة مجلس إدارة، 71 جلسة، 71 جلسة، وده في تاريخ يعني ده رقم عالي جدا. رقم كبير طبعا، ده بخلاف اللجان المشتركين فيها وخلافه يعني. فتم التعامل مع القصة بمنتهى الحفاظ على النادي الأهلي والعاملين اللي فيه وسير العمل في النادي الأهلي. طبعا دور لازم يشكر عليه جامد جدا الإدارة التنفيذية كلها في كل في مقر النادي وفي مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، يعني قاموا بجهد غير طبيعي بإدارة العميد محمد مرجان طبعا. الناس بتوع الاشتراكات، ناس بتوع الاشتراكات، في ناس منهم كانوا بيبذلوا مجهود غير طبيعي، لأن استمرينا، أنا عضو في لجنة الأدوية يعني، فاستمرينا في تلقي برضو طلبات الاشتراكات أعضاء، وكانت الناس بتشتغل في أوقات كتيرة والكلام ده. كان المبدأ الرئيسي اللي تم إرسائه في مجلس الإدارة أن لا مساس بحقوق العاملين، يعني بظروف الجانحة لا، أما إيه مرتب كل يعني المرتبات لم يتم لم يتم اقتطاع جزء من المرتبات. بالعكس احنا اعتبرنا ان المنافذ اللي موجوده جوه النادي الاهلي ضمن عائله الاهلي يعني حاجه هي المنافذ اللي مأجرين من النادي نفسها احنا اعفيناهم من ايجار لاربع شهور، اللي هو من 1/3 لغايه نهايه شهر 6، قلنا الفتره دي كلها ما يدفعوش فيها ايجار. فالعاملين الحمد لله لا مساس خالص، ولا عقود لعيبه ولا مدربين ولا خلافه، كل الكلام ده لم يحدث في النادي الاهلي خالص. يعني الناس حست وكان انتظام العمل طبيعي. برضو في نقطه مهمه جدا ودي انا بحسها في شغلي، يعني اما بكون بدير مكان لو في الازمه انا بتهز او حاجه ده بيأثر على التحقيق اكيد المنظومه كلها. لا الحمد لله عندنا المجلس بقياده كابتن محمود عمرنا بيدينا الشغل ده، ويمكن برضه هو تناول التقرير زي موضوع المدير الفني فايلر وقدوم المدير الفني. هتكلم مع حضرتك فيه باستفاضه شويه يعني الموضوع يعني طبعا كانت انا في وجهه نظر الشخصيه ويعني ان اتعاملت بشكل احترافي هايل جدا، بس خلي الساده المشاهدين يسمعوا من حضرتك كيف تعاملت او كيف تعامل مجلس اداره النادي الاهلي مع رحيل فايلر. طب مبدئيا هو طبعا احنا عارفين كلنا سيستم النادي الاهلي والنظام اللي موضوع ان في ناس مسؤوله عن الكوره وفي في نفس الوقت لجنه تخطيط للكوره معتمد تشكيلها من مجلس الاداره، وفي مشرف على الكوره هو كابتن محمود الخطيب رئيس المجلس بالتفويض من مجلس الاداره. وملف الكره يتمتع بحساسيه طبعا جامده جدا، لان النادي الاهلي شعبيته الرئيسيه في العالم كله على كره القدم. فالملف فيه من الحساسيه ان هو وحضرتك يمكن بتمثل يعني بعثه الفريق الاول لكره القدم، واكيد بتشوف الشعبيه بتلمسها. دي قصه عايزه بقى اتكلم ده انا لسه هاجي الموضوع ده يعني وبالذات على مستوى افريقيا يعني. اتفضل. فزي برضه ما كنت بعرض لحضرتك دلوقتي اللي هو ايه، لو انا قائد لمكان او ليدر ليه، لو انا بتهز في مواقف بيأثر على الناس اللي معايا على طول. صحيح ده لم يحدث، احنا ما حسناش باي حاجه يعني، ما حسناش من كابتن محمود الخطيب بان في هزه او في موضوع كبير قوي حاصل يعني في مشكله فايلر. لدرجه ان هو بعد كده بعد ما الخطوط كلها خلاص بنيت له واستقر مع لجنه التخطيط على قرار بيعرضه على مجلس الاداره حكى لنا التفاصيل كلها. فايلر طبعا كلنا كنا مقتنعين بيه يعني من النواحي الفنيه لا يعني طبعا لا غبار عليه لحد اخر لحظه لغايه فتره الكورونا. اللي حصل ان كابتن محمود عرض ان هو الراجل بقى يتكلم في بنود ما كانتش موجوده في التعاقد بينه وبين النادي الاهلي. الحنكه والحكمه الحمد لله في الملف ان كابتن محمود كان شغال على حاجتين، ان هو مع فايلر بيخلص اموره تخلص يعني سواء كده او كده يعني سواء هنتوافق او لا، وفي نفس الوقت حفاظا على النادي الاهلي يبقى فيه قنوات بيبص عليها تانية لاختيار مدير فني لغايه ما استقر على موسمين. طبعا كلنا الاختيار ده الحمد لله مقتنعين بيه ونامل يا رب ان شاء الله ان ربنا يوفقه، لان كره القدم في النهايه زي لعبه، انت بتعمل كل اللي عليك بالمعطيات المطلوبه والنتيجه في النهايه دي يعني بيبقى ماتش كوره بتاعت ربنا يعني. النتيجه دي عامه انت لكن المهم ان تاخد كل الخطوات الايجابيه اللي انت شايفها وتجتهد يعني. كلنا طموحاتنا احنا ناخد افريقيا، كلنا عايزين كده ان شاء الله، والنادي الاهلي في ابهى صوره في الكره وفي كل الاعبان ان شاء الله. فالجميل في الملف كمان اللي هي ردود الافعال اللي حصلت، اللي هي تحسسك برضو الدور التلقائي اللي النادي الاهلي بيلعبه كقيمه وطنيه كبيره قوي لمصر.
يعني ان رئيس جنوب افريقيا يهنئ موسيماني ويقول له نوجه لك كل الشكر والكلام ده ونتمنى واحنا زعلين انت مشيت من عندنا انت في افضل مكان بس في نادي وده هيدعم العلاقه بين الشعبين. يعني ايه الجمال ده يعني حاجه لو كمان ما كانتش حتى متوقعه يا استاذ طارق ما كانتش يعني متوقعه لا مش متوقع لا النادي الاهلي كبير لكن انا بتكلم الجزء كمان اسف لمقاطعتك ان دي كمان شعبيه النادي الاهلي كبيره قوي لكن في خلاص دلوقتي الناس من جنوب افريقيا بتبدا تشجع النادي الاهلي عشان موسيماني لما رئيس الجمهوريه بنفسه عارف مقدار النادي الاهلي وانه من افضل الانديه على مستوى العالم وعلى المستوى الافريقي هو نادي القرن ده شيء كمان شيء جميل. وعلى الجانب الاخر النقطه اللي هتكلم حضرتك فيها اخر حاجه التعامل صح ان احنا ما حسيناش جماهير النادي الاهلي ما حسيتش فايلر بيمشي يوم الجمعه يوم السبت بيكون في مدير فني جديد في العمليه الانتقاليه ديت حقيقي انا بحييكم عليها لانها مشيت اولا مشيت بسريه كامله الناس كانت بتقول ده ايطالي كابتن محمد يوسف يعني مشيت بسريه كامله لغايه ما التعاقد تم بشكل جيد لحد ما شفناه والتوقيت كان اكتر من رائع ان في مدرب بنقول له شكرا عملت اللي عليك اليوم اللي قبل اعتماد مجلس اداره القرارات هي بدات تظهر بالظبط بدات تظهر لسبب ايه لاصرار كابتن محمود الخطيب في التعامل مع المدير الفني موسيماني ان ده لازم يكون بموافقه ومباركه رئيس النادي سان داونز فرئيس النادي اعلنه النادي اعلنه هناك فبالتالي يعني قبل ما بدات يعني القصه كلها ماشيه برضو اللي هو ايه استمرارا لجينات النادي الاهلي يعني قيمه النادي الاهلي طبعا لا احد ينكرها وزائد الحمد لله الحكمه في التصرف في إدارة القصة كلها صحيح. إن مش حتى الجمهور ما حس ولا إحنا كأعضاء مجلس إدارة حسينا بذعر يعني بس على مستوى يعني السوشيال ميديا كان الذعر ده باين وكان حتى يعني كان باين أو واضح من خلال الأسماء اللي كتيرة ظهرت على السطح سواء في مصر أو برا مصر. حضرتك دلوقتي بتقول لي انه القلق ده ما كانش خالص مجلس الاداره بيعاني منه بدليل ان احنا فعلا ما شفناش الجاب دي ان احنا النهارده عندنا مدير فني رحل او سافر تاني يوم احنا كنا مجهزين الاسم مش المرشح كمان ده احنا كنا مخلصين اعتماده اوراق اعتماده يعني في نفس الجلسه ليه تم تصدير الاشاعات دي او الاسماء دي والفكره برضو اللي عايزه اكد عليها انه القلق ده ما كانش داخل مجلس الاداره ما كان في بقى بعض حضرتك شفت الاسماء اللي تم يعني ذكرها الناس تقول لك لا هاتوا فلان لا نرشح فلان يعني كان في على السوشيال ميديا كان في لغط في موضوع الاسماء ده تحديدا. اما هرجع تاني الجزئيه اللي قلتها لحضرتك ان هو في النهايه السوشيال ميديا طبعا تقنيه من تقنيات العصر كلنا بنتعامل معاها لكن في النهايه قد تكون في بعض الاحيان بتديكي طاقه سلبيه لو تتبعتي الكلام ده. احنا خلاص تعودنا من يوم ما دخلنا المجلس في طريق معين احنا ماشيين فيه لصالح النادي الاهلي واعضائه وجماهيره وفي خطه موضوعه الحمد لله ان احنا نعمل اقصى ما يمكن دون النظر لان لو جيت لدي بقى هتلاقي في حاجات كتيره جدا لو كنت سلمت نفسك للسوشيال ميديا. انا بكلمك هو كان يعني يعني كان اولا عندنا ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره يعني ده عندنا ثقه فيها. انا شايف ان موضوع السوشيال ميديا ده برضو طبيعي زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي نادي كبير وبالتالي بعض الاخبار اللي بتخرج عايزه تنال من النادي الاهلي اجتهادات وكيل لاعبين او وكيل مدربين لا حاجه حتى اي برنامج يعني يا فندم اي برنامج لما بتجيب سيره النادي الاهلي بس هو نسبه المشاهده ده بس يعني انا بتكلم في نقطه كابتن محمود خطيب قال كلمه جميله ساعه افتتاح الاستاد كنت موجود يعني قال لو كل نادي بيهتم يعني بنفسه بحاله بس يعني ده واحنا ده السيستم بتاعنا في النادي الاهلي بس استاذ صارق يعني انا فاهم ان مجلس الاداره فعلا واصل له خلي بالك جماهير النادي الاهلي عارفه الكلام دوت ما عندهاش شك ابدا في ادارتها ولا في مجلس ادارتها وعارفين بشكل كبير جدا ان كل السوشيال ميديا النيجاتيف نقدر نقول السلبيه ما بتاثرش ولو حد اتاثر ودايما بنقول النادي الاهلي بيتعامل النادي الاهلي دايما في حته تانيه على سواء اللعيبه سواء الاداره مجلس الاداره كمان بيتعامل النادي الاهلي في حته تانيه خالص فالموجه اللي كانت ظاهره من خلال السوشيال ميديا دي عايزه وده اكيد حضرتك فاهم ده انك عايزه ياخدك في سكته وبالنسبه ياخدك في سكته وانت احنا مش متعودين ومش واخدين على ده ومش مبادئ النادي الاهلي فبالتالي الموضوع بيزيد وتبدا الامور النيجاتيف تزيد اكتر لكن يعني انا بنيابه عن جماهير النادي الاهلي بحييكم بحيي مجلس الاداره على
فعلا المجهود الرائع والتحدي الرائع للمجهود اللي اتعمل، وان انتوا فعلا في الفترة الأخيرة التحديات الأخيرة كانت كبيرة جدا، انكم كنتوا بتحافظوا على مبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي، وجماهير النادي الأهلي المخلصة عارفة الكلام دوت واكيد بتحييكوا على الكلام دوت يعني. الحمد لله ده طبيعي، زي ما برضو في البداية قلنا هي دي شخصية النادي الأهلي، استكمالا لكلام حبيب بقى اللي هو شعبية النادي الأهلي في أفريقيا. يعني اما بسافر مع النادي حاجة يعني. قبل بس ما حضرتك ترد على السؤال ده، عايزة أعرف التصريحات اللي كان امبارح فايلر بيتكلم في مواقع يعني، وبيتكلم عن الفترة اللي قضاها في مصر مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وكلم الحقيقة عن إن هو لما بيروح في أي مكان دي الناس كلها بتعرفه، حتى لما بيكون متخفي، انه كان نفسه يعني نفسه او وحشه العشاء السويسري الهادئ في المطاعم السويسريه. تابعت التصريحات دي ازاي؟ لانه اكيد حضرتك تابعتها ومجلس الاداره تابعها، قريتها ازاي؟ لا هقول لحضرتك برضو يعني بايلر كمدير فني للنادي الاهلي تمام، لو الوقت اتسع نفسه ليه لوجوده وما كانش بالطريقه يعني اللي هو أدارها بيها، يعني هو كان نفسه يكون متواجد يعني، الناس المساعدين بتاعته اللي خرجوا تم عمل ليهم حفلة واحتفال. صحيح. فاحنا ما عندناش حتة برضو تتبع تصريحات مش بتاعتنا يعني، تتبع تصريحات يعني انقضت فترة فايلر. عمل إنجازات مع النادي، راجل كسب بطولة الدوري، كسب سوبر. ديفيد سيزا لم يستمر، لماذا؟ ليه ما استمرش ديفيد سيزا؟ برضه نرجع لشخصيه النادي الاهلي، ده في ناس مختصه هم يعني، هو يعني ده تقسيم الشغل اللي هو جوه النادي الاهلي. يعني ما اقدرش اجرح على حق اللي ما بتدخلوش فيه اصلا كمجلس. لا مش حاجه ما بتدخلش، هو في مجلس اداره بيعتمد الكلام ده وبيعتمد التعيينات وخلافه، لكن في تفويض لاداره هذا الملف. ما ينفعش بقى التفويض شغال، قصدي في الاختيارات ولا لا؟ لا اختيارات لا، في بيعرض على المجلس. لو ليك راي مخالف قول، بيعرض على المجلس طبعا وبيتاخد اراء وفي كل مراحل على فكره. وكابتن محمود خطيب اكثر من ديمقراطي في الموضوع ده، يعني ان بسرعه القصه عباره عن كذا عشان مهم قوي نوضحه برضو للناس. انما الجزئيه اللي هو حضرتك بتتامليها اهو، ده بقى العمل التنفيذي في القصه دي اللي انا قاعده مجلس اداره يعني ما في ماليش دخل بيها بشكل مباشر يعني. يعني انت النهارده في عمل محترف لاداره محترفه موجوده، كل اداره مستقل، وفي كابتن محمود الخطيب مشرف على هذا الملف تمام. هدي بالظبط زي ما بنتكلم حته دي، قاعد في مجلس واقول ايه لعيب فلان ده بيجي ولا ما جاش، طب المدرب ده هيجي او لا، في ملف الناس شغاله معاه واديتيهم الثقه واديتيهم التفويض كمجلس اداره. طيب. يعني على فكره، والتفويض على فكره لا يلغي المسؤوليه التضامنيه. يعني احنا لما النادي بيكسب كلنا بنتصور، صحيح طبعا، والناس بينسب ليا في علم الاداره في نفس الوقت لا قدر الله اي اخفاق او اي نجاحات انا اتحملها بتنسب لمجلس الاداره. ودايما الجمهور ودايما الجماهير يعني ما جيش وقتها اروح اقول ليه اصلا ملف الكوره، لا ازاي؟ هو التفويض لا يلغي مسؤوليتك التضامنيه، انت مسؤول اعضاء مجلس الاداره دايما، بس ادراك القصص دي هي دي ليها حكمه الحياه المهنيه وشخصيه النادي الاهلي، ان هو ده النادي الاهلي اللي هو ده الاسلوب العمل المثالي اللي نجح النادي الاهلي. يعني ما حدش بقى يجي يقول افتاء في حاجه منه، قال ايه انت كل تاريخك ده بكل البطولات مش بنقول ان احنا بنرفع النقطه معانا فيش تطوير ولا لا لا ازاي؟ خد كل التقنيات الحديثه، لكن الحاجات الاساسيه كثوابت دي اللي ما بتتغيرش على مر العصور. ولا هنيجي بعد كده قاعدين في جلسه نناقش التشكيل بقى يعني طيب وده يلعب وده مش لا مش عندنا الكلام. بعد الفاصل بقى، ودي فرصه نتكلم عن شعبيه الاهلي في القاره الافريقيه، وحضرتك طبعا خير ممثل للنادي الاهلي في تقريبا جميع بعثاته في كل يعني يعني كتير انا وزميلي اعضاء مجلس الاداره كلنا هنتكلم بقى عن ازاي لمست شعبيه النادي الاهلي في افريقيا تحديدا بمناسبه موسماني، بس بعد الفاصل في البيت الكبير.
رحلة إنجازات الألف يوم لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب لم تتوقف عند المشروعات الإنشائية الضخمة في الفروع المختلفة، لكنها امتدت إلى النشاط الرياضي بالنادي الذي شهد تحقيق العديد من النجاحات في مختلف الفرق والألعاب الرياضية. وبتكليف من الكابتن محمود الخطيب وبجهد مبذول وتحركات مخلصة ودؤوبة من رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، تحققت قفزات نوعية ورقمية على كافة الأصعدة، من بينها إعادة هيكلة وتطوير هذه الإدارة واللوائح المنظمة للعمل بها بهدف رفع كفاءة هذا القطاع بما يتوافق مع التطوير والتحديث الشامل الذي يشهده الأهلي على الصعيد الإداري والإنشائي والخدمي والإعلامي. وامتد تحديث وتطوير النشاط الرياضي ليشمل لائحة العمل بالأكاديميات والمدارس وافتتاح المزيد من الأكاديميات في الألعاب الرياضية المختلفة والموافقة على توسيع نشاط أصحاب الهمم ليشمل مقر النادي بالجزيرة، بالإضافة إلى الموافقة على الاشتراك في الدورة التدريبية الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات واشتراك سباحي النادي في معسكر إعداد بأمريكا ضمن برنامج الأهلي لإعداد البطل الأولمبي. وحرص مجلس إدارة الأهلي على توفير كل الدعم والمساندة لإدارة النشاط الرياضي وفقاً لبرنامج عائلة الأهلي بهدف الوصول بها إلى أعلى كفاءة إدارية وفنية في صناعة الأبطال، بما يحقق طموحات أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي ويحافظ على مكانة وقدر نادي القرن في قارة إفريقيا. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وبنرحب بيك مرة تانية أستاذ طارق، منورنا في البيت الكبير. ويمكن كان في سؤال اتطرح قبل التقرير، والتقرير كمان بيدينا باب تاني عشان نخش منه نعرف من حضرتك. الاهتمام ما كانش بس بكرة القدم، واضح جدا كان الاهتمام بلعبات كتيرة جدا جدا على مستوى كل الألعاب الرياضية في النادي الأهلي، وشفنا نجاحات فيها. وكنا بنتكلم مع حضرتك ان ميزانيه النادي الاهلي اجمالي ميزانيه النادي الاهلي تعدى ل 2 مليار جنيه. فتوزيع هذه الميزانيه على الالعاب ازاي، وازاي زي ما حضرتك قلت نزود من الانفستمنت بتاعنا، والناس بتفتكر ده النادي الاهلي عنده ميزانيه 2 مليار وبالتالي ممكن اللعيب يجي يطلب لنا انا عايز 20 30 مليون في السنه. فبرضه حضرتك تشرح لنا يعني ايه وصول ميزانيه النادي الاهلي لرقم 2 مليار جنيه. لا بص حضرتك، هو بعيد عن الرقم اللي هي وصول الميزانيه، يعني ما هو طبعا يعني فنيا ومحاسبيا ومش معناها مجموع الميزانيه 2 مليار او خلافه ان كده يبقى انت عندك كفائض، لا الفائض مختلف. يعني دي الميزانية دي أصول، فيها أصول النادي، ده مجموع أصوله بقابلها التزامات عليك. يعني مش فلوس كاش موجودة. إنما ضخامة الميزانية دي في حد ذاتها، ضخامة الرقم يديك إنديكيشن على كبر الفاليو بالظبط، الفاليو المؤسسة وكم الشغل اللي بيحصل. عشان كده أسألك السؤال بطريقة تانية. يعني الطفرة الإنشائية الملاحظة جدا أو اللافتة للنظر على مستوى الثلاث فروع، وأيضا التطور النهاردة اللي حاصل على المستوى الرياضي أو النشاط الرياضي والتدعيمات اللي بيقوم بها دلوقتي النادي الأهلي، بيقول أن حجم الميزانية حدث ولا حرج، صح ولا لا؟ ما هو حجم الميزانية من ناحية إيه؟ ما هو في إنفاق وفي إيراد بيخش. أكيد في إيراد اللي هو سواء من الرعاية أو البث، وفي الإيراد الجامد جدا اللي هو التقليدي اللي هو الاشتراكات يعني. والحمد لله اتعمل يعني مجهود جبار من المجلس، وانا اشرف انها في لجنه العضويه مع الاستاذ ابراهيم كفراوي. يعني احنا عاملين حوالي من يوم ما دخلنا المجلس 153 لجنه عضويه تقريبا، يعني 153 لجنه تقليد اللي هو ايه. لا لجنه عضويه، لجنه عضويه، لان احنا بنعمل لجان عضويه عشان برضو عشان حد ينتسب لعائله النادي الاهلي لازم الاول يتعمل له مقابله شخصيه. وبيبقى لينا مجموعه طلبات اللي هي تتوافق مع شخصيه النادي الاهلي. فاحنا عملنا من يوم ما جينا حوالي 153 تقريبا لجنه عضويه.
الكلام ده على مستوى الاشتراكات اللي حصلت في النادي الاهلي كاشتراك ادواء عامله كلها في المقر وفرع مدينة نصر والشيخ زايد والقاهره الجديده اللي هيتفتح بعد كده في التجمع ان شاء الله. كان في ده جزء وفي جزء الشيخ زايد وفي جزء مدينة نصر. حضرتك عارف طبعا احنا حته انك ليك ماكسيمم داينام في قبول العضويات، احنا بنيجي وقت الجمعيه العموميه بنطلب من الجمعيه العموميه توافق لنا على كذا، توافق على مثلا 2000 عضويه في فرع الشيخ زايد ده اقصى حاجه توصل لها، في الجزيره كذا اللي هو الجزيره دي يعني في النادي بيسموها ايه اللي هي الاضواء العامله الكامله بيسموها الجزيره. في القاهره الجديده كذا، احنا حاليا اشتراك في النادي الاضواء العامله الكامله 500,000، فرع الشيخ زايد 175,000، فرع القاهره الجديده 200,000، وده على فكره اسعار يعني رخيصه جدا بالنسبه لحجم وكم انشاءات النادي الاهلي وكم الحاجات اللي معموله جوه النادي. احنا كنا خدنا قرار من المجلس واعتمد من الجمعيه العموميه ان احنا نعلي الاشتراكات انها تبقى 750,000 ومدينه نصر والشيخ زايد 250 والقاهره الجديده 250، بس لظروف الكورونا يعني بعتنا للجهه الاداريه وتمت الموافقه على تأجيل المقترح اللي هو تزويد الزياده وهيعاد النظر فيه اخر يعني الشهرين الجايين يعني في اخر السنه. تمام. انا قيمه النادي الاهلي اكبر من المبالغ دي بكتير. طبعا الفاليو بس الفاليو نفسه بيتقبض وفي نفس الوقت في ظل الكلام ده والمجهود اللي بيحصل وبشكر اداره الاشتراكات والاداره التنفيذيه على المجهود غير الطبيعي اللي بيعملوه كبير جدا طبعا يعني مجموعه على راسهم في مدام عزه حلمي وفي استاذ محمد رمضان استاذه رندا يعني اود يعني اقول كل اسماء العاملين في للامانه يعني الناس دي بتبذل مجهود غير طبيعي. نتاج الشغل بتاع الاشتراكات والادويات من يوم ما جينا مثلا مدخل يفوق المليار، تمام، بس عندك التزامات كتيره جدا، الالتزامات اختلفت خلاص حتى في الانفاق على النشاط الرياضي جوه النادي ده بخلاف اللي بينفق على الانشاءات وخلافه وكل الكلام على ده المباني. والنادي الاهلي من النوع اللي ايه مفيش التزام عنده عليه بيتاخر لحد. طب قبل ما يعني ندخل لسه قريب مثلا ايه في شهر تقريبا 12 كان بقى حاجه جزء بتاعت ارض التجمع الخامس مبلغ كبير لازم يدفع في ميعاد، مش النادي الاهلي بيتاخر ابدا على اي التزاماته صحيح. يعني فعندك الانفاق كتير جدا في مقابلها في ايرادات، لكن النشاط الرياضي اللي هو الالعاب الجماعيه والفرديه والكلام ده في النادي غير الكوره عن زمان يعني حتى جداً. الالعاب الجماعيه بنتكلم على الطايره بنتكلم على لعيبه وخلاف صحيح اختلف عن بمراحل يعني فكم الانفاق اللي بيصرف جوه النادي تدعيمات فريق الكوره مهول يعني تدعيمات فريق الكوره فريق الكوره لوحدها يمكن الميزانيه الاخيره 100 حاجه حوالي 154 مليون تقريبا تدعيمات فريق الكوره في الفتره الاخيره النشاط الرياضي اللي هو بخلاف كره القدم حوالي 24 مليون يعني لا ثواني على مستوى كره القدم كم 154 تقريبا توقع لاخر ده شيء كشراء بس اللاعبين كشراء الانشطه الاخرى كم حوالي 24 مليون ده اخر ميزانيه فاللي يعني اللي بيتصرف على سواء نشاط رياضي انشاءات خدمات اعضاء وفي نفس الوقت المطلوب منك تقنيات حديثه عمال تعملها جوه النادي على مرتبات عاملين برضو بمبالغ كبيره جدا وانت زي ما النادي الحمد لله كل تم الحفاظ عليها وتم الحفاظ عليها بعد قريب مع كادر جديد العاملين في النادي يعني انا اشرف ان انا مسؤول عن صندوق العاملين كان المجلس كلفني من تاني جلسه تقريبا لينا بالاشراف على صندوق العاملين اتعمل لو تفتكر ايام الانتخابات ادي زي شغل السوشيال ميديا ايه اتهم مجلس بقياده كابتن محمود خطيب انها يضر العاملين او كلام العاملين في النادي الاهلي لقوا مزايا غير طبيعيه او تاني جلسه على طول كلفت برئاسه الصندوق ده اتعمل لائحه ما كانش فيه لائحه قبل كده للصندوق هو عباره عن مذكره لا اتعمل لائحه كامله واعتمدت من الجمعيه العموميه لمزايا العاملين طب ده شيء عظيم بصراحه فيها جميع المزايا منح في حالات ولاده غيره جواز وفاه تم مضاعفه كل المكافئات اللي قبل كده تم فصل الجزء الطبي عن ميزانيه العاملين نفسها اللي هي متعلقه بصندوق العاملين الجزء الطبي بيتحمله النادي وعملنا حاجه كمان مبتكره ما بتعملش غير في الشركات الاستثماريه الجامده اللي هي في الفريق الاجنبي طبعا ان انت تيجي يوم عند اعتماد الميزانيه تاخد موافقه الجمعيه العموميه بتخصيص مبلغ معين لصندوق العاملين من ارباح النادي يعني اخر جمعيه عموميه كان تقريبا مليون جنيه خدنا اعتماد منها انها تخش صندوق العاملين من ارباح النادي عشان تحس العاملين ان هم جزء من النادي اصيل من المؤسسه هو اصل من اصول من الكيان صح ده بنشوفه خلي بالك لما بروح بشوف ناس كنت انا لسه بشوفها وانا بلعب
يعني عم طبعا. حارس وبشوف ناس كنت فعلا بشوفها وانا لسه بلعب وتحس ان هم خلاص جزء بقوا جزء من جزء النادي أصيل جزء من اصيل من النادي الاهلي لما كمان بيلاقوا الكلام ده حضرتك ومجلس اداره بيعملوا وفي اهتمام بيهم وفي لائحه محطوطه يعني ليهم يعني كنا حاطين في اللائحه حته مثلا ايه حك دايما النادي الاهلي اعلى من اي حد فينا تيجي في مناسبه من المناسبات مثلا حاجات مثلا في شهر رمضان طبعا مثلا في علب معينه بتتوزع جوه كل دي مصاريف ثانيه يعني لا دي بنطلعها من صندوق العاملين بيعتمدها مجلس الاداره وبتطلع مكتوب عليها عائلات الأهلي مش طارق يعني الاهلي اكبر من اي حد ان هو للعاملين بتوعه ليه تحصل العاملين المؤسسه اللي انت شغال بيها انت جزء اصيل ده نقرب بقى من فكر مجلس الاداره اكتر وازاي التخطيط للفكر للطفره الانشائيه الحاصله دلوقتي على مستوى الثلاث فروع بس الاول هننزل عملنا يعني التقرير ده عشان الناس تشوف على أرض الواقع إيه اللي تم إنجازه إيه اللي في الطريق من حيث الإنشاءات خلينا نروح نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. منذ تولي مجلس محمود الخطيب إدارة دفة الأمور في سفينة القلعة الحمراء نجح في تحقيق طفرة إنشائية لافتة في فروع النادي الثلاثة فضلاً عن وضع حجر الأساس لحلم الفرع الرابع للنادي في التجمع الخامس وذلك على الرغم من الأمواج المتلاطمة والظروف الصعبة التي تواجه السفينة الحمراء لكن الربان الناجح ومجلسه ما زالوا يسيرون بها في خضم كل هذه الظروف بنجاح لافت حقق مجلس الخطيب على مدار أقل من 3 سنوات منذ تولي مسؤولية الأهلي رسمياً في الأول من شهر ديسمبر عام 2017 طفرة ملموسة في إنشاءات النادي على كافة المستويات بما يخدم أعضاء القلعة الحمراء بالشكل الذي يليق بهم ويؤسس لمستقبل مشرق وأكثر استقراراً لأبناء النادي الأهلي والبداية من فرع النادي بمدينة نصر حيث افتتح مجلس الإدارة منطقة المطاعم الجديدة فود كورت التي تضم 12 منفذاً جديداً لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وأيضاً تم الانتهاء من إنشاء سور النادي وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين وتكييف صالة الكاراتيه وتجديد الحمامات وافتتاح المنطقة الترفيهية التي تضم حمام بأمواج صناعية وحمام سباحة للكبار وحمام سباحة للأطفال وغرف خلع ملابس رجال وسيدات وغرف خلع ملابس أولاد وبنات ومناطق جلوس للأعضاء ومناطق خدمية كما شهد مقر الأهلي في الجزيرة العديد من الإنشاءات فتم الانتهاء من إنشاء سور النادي الجديد وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة وإنشاء صالة تنس الطاولة وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل وأيضاً تجديد غرف خلع ملابس الفريق وأيضاً تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية وكذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم وإضافة مساحات جديدة للأعضاء كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس بجانب عدد من العيادات وغرف الاستشفاء التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء بالإضافة إلى الجيم الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة ولا يختلف الحال كثيراً في فرع الشيخ زايد الذي بات منتجعاً صحياً وترفيهياً رائعاً لأعضاء النادي ويشهد الفرع أعمالاً إنشائية كبيرة باستمرار حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص إنشاء البوابات وإنشاء صالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداري ومجمع ملاعب سكواش وحالياً يجري العمل في تلك الإنشاءات وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذي يعد مستقبل النادي فقد تم وضع حجر الأساس بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأعرب صبحي عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق مشيرا إلى أن الفرع الجديد للأهلي يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية وسيسهم بلا شك
في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل. وصمم الأهلي فرع النادي بالتجمع الخامس بمخطط عام وفق أفضل التصميمات الهندسية التي من خلالها سيتم تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بخدمة الأعضاء. وتقدر المساحة الإجمالية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة ما يقارب 50 فدانا، ويشمل عدد 2 ملعب كرة قدم قانوني كبير و4 ملعب خماسي و4 ملاعب كرة يد و4 ملاعب للكرة الطائرة و4 ملاعب لكرة السلة و6 ملاعب تنس أرضي ومجمع حمامات سباحة تحتوي على حمام سباحة أولمبي وحمام غطس وصالة مغطاة، بالإضافة إلى مبنى للسكواش وحدائق للأعضاء ومنطقة لألعاب الأطفال. وانطلاقا من تحمل مجلس الإدارة لمسؤولياته منذ توليه المهمة بإحداث طفرة إنشائية تتسق مع الطفرات العديدة التي تشهدها مصرنا الحبيبة في كافة المجالات وفي مقدمتها أعمال الإنشاء والتطوير، فقد خطط المجلس للفترة المقبلة مع محافظة القاهرة من أجل مواصلة العمل في مشروعات إنشاء البوابات الخاصة بمقر النادي بالجزيرة وإنشاء جراج سطحي بفرع النادي بمدينة نصر على مساحة 33,000 متر لحل أزمة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالفرع وخلق سيولة مرورية في هذه الشوارع، واستكمال إنشاء أسوار فرع النادي بمدينة نصر بنفس مواصفات الأسوار التي تم إنشاؤها لذات الفرع على شارع الطاقة الملاصق لأكاديمية النادي لكرة القدم. ولن ينسى أعضاء النادي الأهلي كلمات الأسطورة محمود الخطيب الرنانة وهو يردد مع كل إنجاز جديد وطفرة في الإنشاءات: علينا أن نفخر بنادينا العريق، لا سيما بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرا على كافة المستويات، والفترة القادمة ستشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير النادي على مختلف الأصعدة والمجالات، لأن الأهلي وجماهيره وأعضاءه يستحقون كل ذلك وأكثر. رجعنا مع حضراتكم وإنجازات وتطوير على مستوى عالي جدا، مستوى احترافي بصراحة. وده يخليني بس وأنا كده بتفرج على التقرير أرجع وأفتكر إن قراراتكم بتبقى عاملة إزاي داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. طول عمري وأنا صغير بشوف إن النادي الأهلي دايما ما عندوش الوان مان شو، يعني ما فيش رئيس كده من رؤساء النادي الأهلي طلع مرة قال لك أنا باسمه أنا عملت كذا، او عضو مجلس اداره قال لك انا عملت كذا. فدايما دايما على مر التاريخ ان في تيم وورك شغال وان ما فيش الوان مان شو شغال. القرارات بتتاخد ازاي في مجلس اداره النادي الاهلي؟ مهم جدا الناس تسمع الكلام ده. طيب بدايه بالنسبه لحته وان مان شو او حد يقول ان النادي الاهلي، هو كلنا عندنا اقتناع تام بقناعه يعني ان النادي الاهلي هو اللي بيدينا كلنا، هو اللي بيضيف لنا. احنا في عمل تطوعي بس النادي الاهلي هو اللي اضاف لاسم اي حد فينا، فدي مبدئيا كلنا على قطاع بكده. فاي حد بيعمل شغل للنادي الاهلي فهو جزء بسيط من مجرد اقتران اسمك بالنادي الاهلي، دي شرف لينا كلنا يعني. الحاجه الثانيه هو النادي الاهلي هو كده، العمل الجماعي جوه مجلس الاداره هو دي شخصيه النادي الاهلي، ولو في اي لحظه في عصوره خرج بره الشخصيه دي ما بتدومش. لا بالظبط. انا عايده مجلس اداره لو معايا ملف معين، ملف انا شغال فيه هو ده الملف ده انا مسؤول عنه طول ما هو معايا، اقر من المجلس ده مش بتاعي، ده بتاع النادي الاهلي خلاص. مفيش حاجه اسمها فلان طارق قلان، مفيش حاجه اسمها كده عندنا في النادي الاهلي. في اسمها مجلس اداره قرر كذا، في حاجه اسمها ان في عمل جماعي في النهايه بينجح. طبعا في رئيس مجلس بيقيم اداء كل واحد، في جمعيه عموميه بتقيم ادائنا كلنا، هي السلطه الاعلى وكلنا معترفين بكده، كلنا نقر دور الجمعيه العموميه. حسيت النادي الاهلي ان انت عندك مش محاسبه واحده، انت عندك جمعيه عموميه وعندك جماهير واللي بين ملايين في العالم كله، فيعني قدر الجزئيه اللي هي بتغطي شخصيه النادي الاهلي او بتميزها قدر كبير. مش فاحساسك اصلا بالقصه دي عمرها ما تجيب الوان مان شو، يعني الشخص الطبيعي ما يقولوش وان مان شو ده النادي الاهلي.
اللي هو النجاحات لما بتحصل مفيش على اي حد يعني. انا بتكلم يكون في نجاحات بتطلع مفيش واحد حتى رئيس مجلس اداره ما بيطلعش يقول لك والله انا عملت او يعني دايما الحكايه والموضوع على حتى الاعضاء مجلس الاداره لما حد بيشتغل وبينجح محدش عمره طلع قال لك انا عملت للنادي الاهلي. كل الناس بتتكلم النادي الاهلي عمل لنا. ولما بيكون في نجاحات زي ما حضرتك قلت لي النجاحات دي بتعم على الكل. ولما يكون في فشل ما كمان يعني الفشل بيبقى واخد كمان مجلس اداره النادي الاهلي يعني. بالاكيد انا زي ما بقول حاجه هي مسؤوليه تضامنيه في اي حاجه وفي اي قرار بيتاخد يعني. ودايما الحمد لله النادي الاهلي بيصاحبه النجاحات يعني الحمد لله دايما يعني ان شاء الله. استاذ طارق اللي احنا شايفينه ده برضو من ضمن نجاحات مجلس الاداره. وانا شايفه من وجهه نظري حتى انه ده يعني بيدل انت ازاي بتقدر بتقدر ازاي الجمعيه العموميه، ازاي بتقدر الناس دي اللي احنا شايفينها، ده جزء من تقديرك لاعضاء الجمعيه العموميه. بس خليني اسالك الكم الهائل من الانشاءات اللي حاصل على مستوى التتش على مستوى مدينه نصر وفرع التجمع وفرع تقريبا والشيخ زايد عندنا مدينه فرع الشيخ زايد ولا واللي بيحصل دلوقتي حتى في التجمع انتوا بداتوا يعني ان شاء الله التجمع الخامس الحمد لله انتهينا من 80% من البنيه التحتيه. ازاي البنيه التحتيه دي مهمه جدا، دي مش مجرد لا بتاعه ده اهم من اللي بيظهر بتاعه كل المراحل يعني. وان شاء الله مجرد ما يعني ما هينتهي كل عمل البنيه التحتيه هتبدا بقى المرحله الاولى اللي هي بممتاز بقى منطقه جلوس اعضاء ومبنى اجتماعي وملاعب يعني اللي هي المجموعه المتعلقه بالمرحله الاولى كلها ان شاء الله. ده حصل ازاي في التوقيت القصير ده؟ لا الحمد لله هو برضه في يعني في شغل جوه النادي الاهلي. في اولا في اداره هندسيه على اعلى مستوى، في المهندس سامي علي كامل في مع فريق العمل بتاعه، في كان محمود خطيب الحمد لله باتصالاته مع الجهات المختلفه، في جهات بتيجي اللي بتنفذ، في متابعه جامده من مجلس الاداره يعني. الملفات في الكلام ده ماشيه على قدم وساق يعني. يعني في كل احنا عندك مدينه نصر احنا يعني من ضمن الحااجات اللي اتعملت فيها اللي هي حضرتك لو رحت مدينه نصر قريب شفت منطقه جلوس الاعضاء بقى المنظر ازاي، منطقه جلوس والبوابه اعتقد البوابه الرئيسيه اللي هي بتعبر عن شخصيه النادي الاهلي. فاضل في بوابه بتتعمل حاليا الاسوار بتاعه اللي هي شارع النصر بقى، ولسه الباركينج كمان الاكاديميه الكوره عاملها بنيه تحتيه غير طبيعيه هناك بتقنيات حديثه بخلاف وبالكلام ده. لو هنيجي على سيره الاكاديميات الحمد لله الاكاديميات شغاله عندك حوالي 17 فرع دلوقتي وتعمل فيها شغل لو كمان بره مصر كمان لا المفهوم اختلف مفهوم الاكاديميه عندنا اختلف. كان الاول ممكن كانت بتعتمد بس على مجرد ان ايه عدد يعني عندك عدد قد ايه بيدور دخل ايه، لا المفهوم اختلف بتاع الاكاديميات ان بقى هو تبقى نواه لقطاع الناشئين فبالتالي بقى فيها حته عنصر الاختيار نفسه يعني. العنصر الفني دخل كان هو كوميرشال اكتر شويه، كان شيء تجاري اكتر اللي دخل. وانا بحييكم عليه ان الربط ما بين الاكاديميات دايما عارفين وده شغل احترافي يعني. دايما الاكاديمي بره ما فيش قطاع ناشئ اسمه الاكاديمي، الاكاديمي مرتبط ب طبعا الفريق الاول بداية من السيزون ده. الأكاديميات زي ما حضرتك قلت بقى هتبقى هي النواة لقطاع الناشئين ومن قطاع الناشئين للفريق الأول. هو خلال يعني السنتين اللي فاتت عمل الحمد لله شغل فيها كويس قوي، وجود مدير فني أجنبي خالد بيبو. خالد كان عامل شغل الناشئين بقى دلوقتي بقى خالد بيبو بيعمل في ثورة بتحصل عندنا في قطاع الناشئين. ده حقيقي. كان محمود خطيب كان مشرف على الكورة مع لجنة التخطيط مع خالد بيبو بتعمل يعني اولا جه مدير فني اجنبي على بالظبط كده على قدر كبير جدا من الكفاءه والتخصص في قطاع الناشئين. يمكن اخر حاجه قاعد مع الخمس مديرين الفنيين اللي هم الكبار اللي في بالظبط عشان يتم تنقيه واختيار العناصر الافضل عنده في قطاع الناشئين. فقطاع الناشئين داخل في مرحله برضو اللي هو كنا نتمناه كلنا من زمان ان هو المفروض يكون مفرغه حقيقيه للنادي الاهلي. امتى هنشوف المفعول ده يا استاذ؟ ان شاء الله ده بالتدريج ادام بداتي يعني ادام بدانا الكلام ده. وده كان يعني برضو يعني بكرر اسم كابتن محمود خطيب بصفته المشرف على الكوره طبعا، لان هو اصر من فتره وهو كان بيصر على انه يدور على خبير اجنبي يتولى القصه في القصه دي. ان شاء الله هتاخد وقت برضه عشان الناس تعرف ان قطاع الناشئين مش الشغل ان احنا بدانا شغل بشكل احترافي ان السنه الجايه ممكن يبقى عندنا خمسه سته، لا الموضوع بياخد وقت شويه بياخد عمليه
عملية احترافية، الربط مع الفريق الأول إزاي، اللونج تيرم بلان بالنسبة للفريق الأول المرتبط بالناشئين. دلوقتي ضموا كمان مجموعات أو فرق الناشئين، كان عندنا 10 فرق والعشر فرق بكميات كبيرة، دلوقتي بقى فيه 5 فرق بس بشكل معين بفكر فني معين. فكل دوت إن شاء الله خطوات لتقديم بقى إن شاء الله زي ما قلت الطبيعي واللي احنا بنأمل فيه كجماهير النادي الأهلي، إن كل سنة يطلع من النادي الأهلي من اتنين لثلاث لعيبة كل سنة من قطاع الناشئين. أنا بقول ده يبقى إنجاز كبير جدا لو كل سنة يطلع ثلاث لعيبة من قطاع الناشئين، وده الخطوة اللي ماشي فيها النادي الأهلي، وده اللي اتشرح لنا كفيجن للقطاع نفسه، يعني إن يطلع عدد ده بالنسبة لمدينة نصر. وزي ما حكيت مدينة نصر 53 فدان، يعني احنا رجعنا تاني للإنشاءات. أيوه رجعنا تاني للإنشاءات، وعايزة أعرف هدفكم كمان ناحية التخطيط بقى المستقبلي في موضوع الإنشاءات. ما بتناول حضرتك فرع يعني كلمني بقى كلمني استاذ طارق عن فرع مدينة نصر. لان تهينا مدينة نصر اللي هو في كمان اللي هو اللي جاري حاليا زي ما بقول حضرتك موضوع الاسوار ناحيه شارع النصر، بالاضافه الى الجراج اللي هو ده حلم بقى الاهلاويه في مدينه نصر بقى لنا زمن، يعني ان الجراج هيبقى مسطح يسع حوالي 650 عربيه. حلو ده، فده جاري الحمد لله انشاؤه، بحيث عشان القلق اللي بيحصل في الحته دي من المنظر صح. يعني شخصيه النادي الاهلي باينه هناك في الاسوار وفي البوابه الرئيسيه والمدخل، حاجه معبره وحاجه جميله يعني. تمام. زائد طبعا المنافذ، يعني هناك في حوالي 47 منفذ ببراندات بحاجات، يعني كم المطاعم الموجوده والحاجات اللي موجوده هناك اللي تم افتتاحها. بمناسبه المنافذ دي احنا برضو عاملين لجنه اسمها لجنه المنافذ، يعني لجنه المنافذ خالد الدرندلي من مجلس الاداره ومعاه اعضاء من المجلس، يعني انا وكم زميل لينا، وفيها المدير التنفيذي ومديرين فروع، لا اللي على طول باستمرار بتقعد تبص لل يعني اختيارات المنافذ اللي احنا بنأجر لها جوه النادي، اللي هي منافذ المطاعم الستورز. فدي بتتولى على طول مراجعه اللي بيحصل، واحنا معينين برضو في كل مقر من مقرات سواء المقر او مدينه نصر او الشيخ زايد مدير برضو اللي يشرف حته المنافذ. فكره اللامركزيه لو دخلت اليومين دول كمان الحمد لله اللي هي مع المتطلبات الكورونا، يعني 50% وصلنا 50% زي توجه الدوله حاليا اللي بالنسبه للمنافذ يكون موجود، الاجراءات الصحيه الناس دي كلها معمول عليها اجراءات احترازيه الكشف بتاع الكورونا معمول طبعًا. كلهم عليهم اللي هم التست كله والمسحات قبل تقعدي في مطعم مفيش خلاص بقى اللي هي الحاجات خلاص كله كرتون وبلاستيك الالتزام بكل الاجراءات الصحيه. تعاقدنا مع شركه قريب نمساويه دي بتراقب نفسها المتطلبات السلامه الصحيه جوه للاعضاء، يعني ده شيء جميل. وكمان نفسنا بقى كان في فتره من الفترات كان في مشروع الاهلي ستورز اللي هو محلات النادي الاهلي بتبقى في كل مكان، عايزين ده محتاجين ده داخل مع الشركات، يعني كل القصه دي داخله مع تحت ملف شركه الاهلي لكره القدم. طب ندخل بقى على شركه الاهلي لكره القدم، ما تحبيش نكمل انا عايزك فعلا والله اللي انا كنت ما اقول لك كلمه يعني بنط على حاجه قبل حاجه بس مش مشكله. حضرتك رجل ارقام وانا عارفه ان دي اجنده المذاكره، دي اجنده اللي فيها كل التفاصيل اللي تهم كل الناس. الأجندة دي فيها أرقام مهمة جدا، وحضرتك يعني رجل اقتصادي بالدرجة الأولى ممكن هتحدثنا عن الأرقام يعني خير الكلام. يعني فرع مدينة نصر بالأرقام، ولا نبدأ بالتتش نبدأ بالجزيرة؟ ما هو مدينة نصر اللي هو انتهينا منه من حيث الإنشاءات اللي حصل، اللي هو سواء جلوس الأعراض، حمام أمواج، حمامات سباحة، حوالي كم؟ كل الكلام ده تم الانتهاء منه يعني. تمام. مع الشغل اللي حصل في الأكاديمية هناك واللي جاري تنفيذه اللي هو زي ما بقول حيك الجراج والسور اللي هو قدام شارع النصر. تمام. الجزيرة تم الانتهاء من اللي هي الغرف المتعلقه بغرف خلع ملابس فريق الاول الكوره بالسيستم الجميل جدا اللي حط فيها كل التقنيات الحديثه، الجاكوزي استشفى غيره كل ده متواجد هناك، اتعمل في الغرف الملابس بتاعت كره القدم. جاري حاليا الحاجات بقى بتاع الفريق الاول للهاند بول والطايره والالعاب الجماعيه، صاله الامير عبد الله الفيصل انت عارفها ودخلتها كتير، يعني صاله الامير عبد الله الفيصل قعدت 13 سنه تقريبا ما اتعملش فيها اي تجديد، اتعمل تجديد شامل ليها
بخلاف تجديد الارضيه، لان كانت اللعيبه الاعلام الجماعيه كانت بتعاني من الاصابات بتحصل، حصل تجديد شامل للكلام ده بلس التكييفات نفسها كمان، يعني في حاجات كتيره جدا. والشغال حاليا وانتهينا يعني موضوع الاسوار، وفاضل جاري العمل بقى اللي هي البوابه اللي عند المرسى اللي هي برضه لسه قدام المرسى حاجه لسة تمثل شخصيه النادي الاهلي، هي نفس السيستم اللي احنا شغالين عليه، قريبه من مدينه نصر يعني حاجه ليها شخصيه اي مكان من غير ما تشوف العنوان، يعني من غير اسم انت معدي من بعيد كده. في ناس معنيين بالرياضه في مصر وبالنادي الاهلي ومتابعين اخباره، بعيدا طبعا عن اعضاء الجمعيه العموميه وبعيدا عن اعضاء النادي، في على مستوى نقاد رياضيين وعلى مستوى الصحفيين اللي نزلوا فعلا ارض الواقع وشافوا ده بعينيهم اللي احنا بنتحدث فيه دلوقتي، عمليه الانشائيه اللي بيقوم بيها النهارده مجلس اداره النادي الاهلي. النقاد الرياضيين في مصر اللي زاروا النادي الاهلي او زاروا الفروع اللي بيتم فيها النهارده الطفره الانشائيه دي قالوا ايه عنها؟ هنشوف دلوقتي وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم البيت الكبير. أعتقد أن هناك عمل وهناك أجندة بيتم تنفيذها بصورة سريعة رغم الظروف اللي مرت في الفترة السابقة مثلا، لكن مثلا هناك إنجازات تمت في الشيخ زايد، أكثر من صالة، تطوير الملاعب، أيضا في عمل هنا كبير في فرع الجزيرة، هناك أعمال أخرى بتتم في مدينة نصر غير الحلم الكبير اللي هو إنشاء فرع الرابع النادي الأهلي في التجمع الخامس. كل ده بيسير وفق يعني أجندة مرتبة وواضحة هيكون فيها الحساب في نهاية الدورة، يعني هتقدم يكون في كشف حساب على ما تم إنجازه. وما زال أعضاء النادي الأهلي يعني عطشة لكثير من الأعمال، اعتقد انه في جهد كبير بيتعمل من خلال مجلس الاداره، من خلال مجموعات العمل بيكلف بيها كابتن محمود الخطيب باعضاء مجلس الاداره، كل واحد بيبقى له دور، مجموعات متجانسه ما بين الخبرات وبين الشباب، كل ده بيشكل وبيدي بيقول للنادي الاهلي، الاهلي حاجه كبيره، الاهلي قيمه. حجم الانجاز فعلا يتعدى الجيد جدا، يعني لانه لازال هناك وقت، لازال امانيهم ووعودهم لعائله الاهلي طبقا للبرنامج يعني موجودة ومستحقة وتسير بالفعل نحو اكتمال بنسبة يعني تصل للقرب من 100% كل ما وعد به المجلس إن شاء الله. الفروع الثلاثة بحجم إنشاءات من وجهة نظري وزي ما بنتابع أنا والزملاء إنها بتقول إنه لا، الأهلي ينتظر استكمال لمستقبل وضع أساسه يعني كل السابقين، وده تميز النادي الأهلي القادم يستكمل مرحلة. أنت بالفعل النهاردة فرع التجمع هو الفرع الرابع وهو تقريبا النادي شبه الوحيد في العالم اللي بيمتلك منظومة فروع، لا وكمان أنت رايح على الأقصر، رايح على جنوب مصر العظيم، رايح بأكاديميات في وجه بحري، رايح بأكاديميات إن شاء الله وما أعلموا أنها قد تعبر كمان قناة السويس إلى سيناء الحبيبة، يعني الأهلي سيكون موجود بالفعل مش بس في وجدان محبيه، لكن هيبقى موجود كمان على خريطة مصر في كل بقاعها. وبالفعل التركيز في السكة دي هو يعني ما يستحقه جمهور النادي الأهلي. كان هناك تركيز على العمل والعمل فقط وإسعاد جماهير النادي الأهلي وأعضائه، فطبعا في إنجازات كثيرة جدا وفي تحدي أكبر. أنت بتتكلم في ثلاث مقرات، الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر، إضافة إلى مقر الرابع تحت التأسيس في التجمع الخامس، ده جهد مش قليل يعني، ده يعني اللي عنده مقر واحد بيلف حوالين نفسه، فما بالكم بأربع مقرات في نفس التوقيت، تحديات كبيرة جدا، إنشاءات كبيرة جدا. الشيء المهم في هذه النقطة إن الأهلي ما توقفش، يعني الأهلي ما توقفش، كان دائما في حالة إنجاز في منشآت كتيرة. يعني لو كلمنا عن المنشآت احنا عندنا شقين، منشآت وخدمات الأعضاء، في بطولات، البطولات بسم الله ما شاء الله يعني متعددة ومتنوعة، من كرة قدم لكرة الطاولة لكرة طايرة لكرة يد للسباحة، يعني في كل المجالات، رغم برضو نقول حالة الكورونا اللي كنا فيها،
ورغم رزالات البعض، انما طبعا كان مسيره جيده جدا، لانه على مستوى المنشآت يعني حدث ولا حرج يحس بها اعضاء النادي بشكل مباشر، سواء في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، في طفره كبيره جدا في الانشاءات. شايفين تطوير كبير جدا في الفروع، سواء فرع الجزيره اللي هو الفرع الاصلي او مدينه نصر او الشيخ زايد، في اهتمام كبير، وفي مثلا خدمات، وفي نقدر نقول مثلا هنا في الشيخ زايد تم او سيتم افتتاح قريبا يعني فروع لاكثر من بنك، واعتقد هناك ايضا مشروع للشهر العقاري. دول يمكن موجودين في فرع الجزيره وفرع مدينه نصر اللي هم الاقدم. المهم ان ده بيجي وفق استراتيجيه عامة، يعني وفقا لاستراتيجية عامة نقدر نقول انه مجلس الادارة ماشي بهدوء وبشكل منظم، وبيحقق التارجتس اللي كانت محطوطة في اطار برنامج عائلة الاهلي، وده مهم قوي برضو على فكرة. كان البرنامج الاساسي لمجلس او لقائمة الكابتن محمود الخطيب هو عائلة الاهلي، وانا يمكن من خلال برضو تعاملي مع الناس واتصالي بيهم انا حاسس انه في حاله من الرضا وفي نوع من التلاحم بين اعضاء النادي نفسهم. لو في اي مشكله بيطرحوها بشكل محترم ومجلس الاداره بيستمع اليها. ميزه مجلس الاداره الحالي انه لا يكابر، يعني لو في مشكله بيستمع اليها وبيحلها، وده مهم جدا، لانه عمل مجلس الإدارة مش هيتم لوحده، لابد أن يكون هناك تعاون مع الأعضاء. فعلا وليس قولا، حظي عمال وموظفو النادي الأهلي بمكانة غير مسبوقة في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من خلال الامتيازات المالية والإدارية التي نالها الجميع، وكان على رأسها القرار التاريخي الذي أصدره المجلس في 21 من أبريل الماضي. ونص القرار الإنساني الرائع للمجلس على عدم المساس برواتب العاملين والموظفين بالنادي وصرفها كاملة وفي مواعيدها شهرية، رغم الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا، والتي أجبرت العديد من الأندية الرياضية والمؤسسات المحلية والعالمية على تخفيض الرواتب بل وتسريح العاملين، وهي الخطوة التي رفضها مجلس إدارة الأهلي حفاظا على عماله وموظفيه وحرصا على وفائهم بالتزاماتهم المالية وتضامنا معهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19. ولم يتوقف مجلس إدارة الأهلي عند هذا الحد، لكنه اعتمد تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي من خلال إعادة هيكلة 1640 موظفاً وعاملاً، فضلاً عن حركة الترقيات التي شملت 144 موظفاً وعاملاً، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في الأول من يوليو 2017. بالإضافة إلى ذلك، حرص مجلس إدارة الأهلي على الاهتمام بالجانبين الطبي والاجتماعي للعمال والموظفين على النحو الأمثل، واضعاً نصب عينيه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، بهدف تحقيق أفضل مستوى معيشي لهم ولأسرهم. وكانت الرسالة التاريخية التي وجهها الكابتن محمود الخطيب إلى عمال وموظفي النادي خير دليل وبرهان على اهتمام مجلس إدارة الأهلي بهم فعلا وقولا، عندما خاطبهم قائلا: جميع السادة العاملين، أنتم جزء هام لنجاح النادي الأهلي وتقدمه، ومجلس الإدارة يقدر دائما من يعمل بجد وحب وانتماء للأهلي، مع دعواتنا بالتوفيق والنجاح، ليشد من أزرهم ويدشن نقطة انطلاق جديدة
في رحلة تحدي الصعاب بروح الفانيلة الحمراء من أجل استكمال رحلة العمل والتفاني والحفاظ على مسيرة الأهلي التاريخية الناجحة. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وأستاذ طارق. طبعا التقرير اللي شفناه ده بيأكد كلام حضرتك ان مهم جدا ان العامل مهما كان حجم عمله داخل النادي الاهلي او منظومة النادي الاهلي انه لازم يحس انه جزء من النجاح وجزء من هذا الكيان. طبعا يعني هو بس مش ظروف كورونا، يعني حتى بعد ظروف الكورونا لو تم تعديل الكوادر الخاصة بالعاملين وتعديل مرتباتهم ولو نملك افضل نعمله برضو ليهم. وفي نفس الوقت اللي عجبني الحمد لله ان في اطار ماشيه فيه الاداره التنفيذيه عندنا في النادي اللي هو الجمع بين اولا يعني جمع بين الخبره والشباب اعداد يعني كوادر. الاعمار السنيه بدا اختيار اقل، يعني بدا شفنا تقليل في التقرير ده. وفي نفس الوقت الدمج بين الخبره والشباب جوه النادي، في نفس الوقت في دورات تدريبيه اجتماعات مستمره بتعقد بين الاداره التنفيذيه المدير التنفيذي وكل الادارات، يعني في كم من التواصل اللي بيدي برضو الحمد لله قدرة لمتخذ القرار كمجلس إدارة إنه يعرف معطيات الأمور ماشية إزاي جوه النادي الأهلي. وما زلنا على إصرارنا اللي هو العاملين هو يعني الجزء المهم جدا جدا في منظومة النادي الأهلي. قرار إنساني، قرار إنساني بعدم هو المساس. هو مش إنساني، حقهم ولا حق يعني إنساني، لأن يعني أنت في ظروف المفروض ما تعمل ما المفروض النهاردة. لسه حتى كنا بنتكلم في الانترو عن إحدى الأندية اللي كانت بتستقطع أو بتاخد رأي النهاردة اللعيبة في أنها تستقطع 5% أو 10% من اللعيبة من مرتبات يعني اللعيبة. هو دون المساس أنت النهاردة دون النهاردة في بعض الأماكن حطوا صناديق على باب أنديتهم، يعني دي حقيقة، دي حقيقة. والله يكون في عونهم في ظروفهم، يعني ان هو الدعم للعاملين والمنافذ الموجودة والعاملين جوه النادي. طبعا الحمد لله، عشان كده بقول لحضرتك احنا احساسنا وشخصيتنا كنادي الاهلي ولا قرار انساني، ده حق من حقوقهم، يعني ولا حتى تم تأجيلها في النادي الاهلي، ولا حتى تم ترحيلها او تأجيلها نظرا للظروف اللي كل العالم بيمر فيها. برضه مصممه الاجنده عشان نروح لحاجات تانية. فضل الاجنده بالارض لكن واقفين على الانشاءات، احنا كنا بنتكلم عن الانشاءات نكملها برضه وازاي. طبعا احنا بنتكلم ليه حضرتك كنا وصلنا للمدينه نصر، مدينه نصر والجزيره اتكلمنا عليه، الجزيره اتكلمنا ان هو الجاري حاليا تم انشاء حاجه كتير، موضوع غرف الكوره وصاله الامير عبد الله الفيصل، وفي حاجات برضو كان تم الانتهاء فيها السوار نفسها، احلال وتجديد التكييفات للصاله المغطاه، تجديد، ودي كان يعني كنا بنعاني طبعا لان كان فيها حاجات كتير او محتاجه تجديدات، صاله الجمباز جوه النادي، تجديد غرف ملابس الناشئين والفرق الرياضيه، كل الكلام ده حصل. وجاري حاليا تنفيذ البوابه الفرعيه لناحيه المرسى، بالاضافه لانشاء غرف ملابس اللي هي غرف تغيير الملابس لفرق الدرجه الاولى اللي هي السله والطايره واليد. عندنا الشيخ زايد بالمره بقى. أيوة. طبعا طبعا الشيخ زايد 127 فدان. انا دايما بقول حتى المساحه لي قيمه، بس مش القيمه المعنويه الجامده قوي للنادي الاهلي، طبعا دي قيمه لا تساوي مليارات، يعني ان اللي بيجي يشترك في عضويه النادي الاهلي نفسه شوف كم الفروع اللي موجوده والمساحات الموجودة كبيره جدا بتغطي احتياجات الاعضاء. جاري تنفيذ مجمع ملعب لسكواش وصاله جمباز وصاله كاراتيه ومبنى اجتماعي، وفي كمان المفروض ملعب عدد 2 ملعب كره قدم بنجيل صناعي اللي انتهينا منه في مقر البنوك، ودي حاجه جميله جدا الحمد لله، وهتدر دخل النادي هايل يعني، وخدمات اللي مش مجرد بنك واحد، ده 3 بنوك يعني. قطعنا شوط كبير قوي الحمد لله في القصه كان دي لسه جوه النادي يوم الاربعاء ان شاء الله جاي. في الافتتاح بتاع مجمع البنوك ده بالنسبه للشيخ زايد. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه للقاهره الجديده اللي هي حوالي 50 فدان تم الانتهاء بنسبه 80% من البنيه التحتيه، وجاري العمل ان شاء الله في الايه طفره انشائيه تاثيرها يعود على النشاط الرياضي في مصر.
أكيد نشاط اجتماعي أو نشاط أكيد. رياضي والنشاط الرياضي طبعا في الأول في الآخر. عايز أتكلم عن السؤال اللي حضرتك ما جاوبتش عليه لحد دلوقتي. حضرتك سافرت مع بعثات كتيرة قوي للنادي الأهلي في أفريقيا بالذات، والهلال وسان داونز يمكن برضو يعني في حاجات كتيرة قوي يمكن حصلت أو في مواقف يعني خلينا نقول حصلت فيها بالذات في السفريتين دول على مستوى شعبية النادي الأهلي في القارة الأفريقية. ده أنا عايزة أعرفه، يعني الشعبية اللي كنت بكلمك عنها شعبية النادي الأهلي. بس حضرتك اسم النادي الأهلي وقيمته يعني بره مصر وجوه أفريقيا معروف غير طبيعي. يعني كم الاحتفاء، وطبعا بيبقى بينجنير لها فريق منافس بيبقى الجمهور اللي هناك طبيعي عايز ان هو يكسب، بيبقى فيه كم شحن. بمناسبه السفريتين كنا في ماتش الهلال، كان كابتن محمود الخطيب رئيس البعثه كنت موجود معاهم. اولا اللي شفنا قبل ما اسافر السودان كان في كم شحن غير طبيعي في السودان على الماتش بتاع الهلال. يعني حاجه كانت خدت خلاص بعد سياسي كمان. الحمد لله اما سافرنا مجرد ما وصلنا وجود كابتن محمود بشعبيته الطاغيه هناك يعني فرقت كتير جدا. يعني كم الاحتفاء والتكريمات اللي حصلت من لاعيبه السودان القدام وناس رموز جوه السودان بالكابتن محمود في وجوده وبالبعثه كان غير طبيعي. يعني لغايه ما وصلنا الماتش طبعا الجمهور كان غير طبيعي مالي الاستاد، حماس يعني تعدى الحماس. ده حقيقي. فيعني احنا لعبنا في السودان كتير حماس كان الجو والحمد لله يعني ربنا ستر، وحتى النتيجه الحمد لله النتيجه المرضيه بالنسبه لينا. حصل بعد الماتش كان في موقف حتى خلاص الماتش انتهى بكل معطياته بقى الحماس الجمهور اللي كان غير طبيعي تعرف عليه يعني. لا كان تعدى شويه كمان. يعني كابتن محمود بالاتفاق مع السفاره مع الناس المسؤولين على الامن هناك في السودان ان احنا اصر نستنى لغايه ما جمهور الاهلي نطمن عليه، فطلب منهم تجميعهم قدامنا يعني قدام المقصوره المدرج اللي هو قدام المقصوره تحت المقصوره على طول اتجمعوا تنوا يعني كابتن محمود واقف واقفين لغايه ما يخرج الجمهور ونطمن عليه. ما خرجتوش غير لما طمنت على جماهيرنا انها في امان. والعقب الكلام ده كمان الحمد لله حاجه جميله جدا حفاظا على العلاقات، هو ده برضو النادي الاهلي. ان احنا لما رجعنا مصر ما اشتكيناش لنادي الهلال على عكس ما كان طبيعي. يعني ممكن بعض الانديه يحصل شكوى لم يحدث هذا. كل الكلام ده بيبقى ليه تأثير على العلاقات غير طبعًا طبيعي. طبعا اكيد. جنوب افريقيا افتكر المنظر يعني مشهد كان اوف سان داونز اللي هي بقى حته النادي الاهلي فعلا. احنا دايما لو حد فينا مسافر مع الفرقه بقى اللي موجود في مصر من المجلس من الزملاء اللي بيتكلموا ويطمن او نبارك لبعض بعد الماتش اما ربنا يوفقنا. فلقيت العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بيكلمني اول ما الماتش خلص يعني. فبقول له الحمد لله، قال لي الحق بس بسرعه ده في مشجع رجله اتكسرت ووصف لي المدرج مشجع لينا للنادي الاهلي. فطبعا عايز اكلم حد في الملعب يلحقه من هناك لان كنت شايف كابتن صالح حفيظ في الملعب يعني. فنزلت شويه لغايه ما وصلت عند على كابتن سعيد يعني. جمال النادي الاهلي الحمد لله وده الطبيعي برضه ظهر بقى في الموقف ده المنظر ده. كابتن صالح حفيظ راح للمشجع شاله ودخل بيه، انا بلغت انه في مشجع موجود في المدرج الفلاني رجله اتكسر، شاله في الملعب ودخل بيه لغرفه اللعيبه والدكتور خالد محمود جبسه حبيبي. يعني النادي الاهلي شخصيته الحمد لله يعني بيدان. ما هو دايما بنقول ان النادي الاهلي مختلف ودايما الاختلاف دوت، وهرجع تاني التحديات الكتير لانك مختلف والنادي الاهلي في حته تانية خالص. والامثله اللي حضرتك بتقولها ان عضو مجلس اداره ورئيس النادي بيبقى يفضل في الاستاد لو في اجواء شغب شويه ويطمن على جماهيره انها تخرج الاول، ده شيء يحسب وده النادي الاهلي. يعني ما بقولش يحسب للكابتن الخطيب لان الكابتن الخطيب جزء من كيان النادي الاهلي بالزبط. فدي السياسه الطويله اللي ماشيين عليها. يعني نتكلم حضرتك في جزء عن النشاط الرياضي والالعاب الاخرى. احنا دايما بنقول هي كره القدم هي التورتايه بتاعه النادي الاهلي، لكن كمان احنا هنا في البيت الكبير كان عندنا بطولات كتير، بطوله الطايره وبطوله السله كانوا موجودين معانا رجال وسيدات. فكلمنا برضو عن النشاط الرياضي ورؤيتك او رؤيه مجلس الاداره للنشاط الرياضي في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. تمام.
طبعا اختلفت القصص في النادي الاهلي وفي مصر كلها من حيث المصاريف والانفاق على نشاط الرياضه زي ما كنا بنتكلم، لان عقود اختلفت سواء لاعبين او اجهزه فنيه او خلافه يعني. فبقى القصه بقت فيها كم مصروفات وانفاق جامد، وفي نفس الوقت النادي الاهلي عندك حاجتين، انت متعود دايما تبقى بطل في كل الالعاب يعني شخصيه النادي الاهلي من الـ يعني الطفل اللي موجود في النادي هو متشبع بكده ان انا لازم ابقى الاول يعني. فملف النشاط الرياضي عندنا في العاب فرديه الحمد لله حصل فيها حاجات ممتازه جدا يعني، في سواء جمباز سواء سكواش في قاعده بتتعمل جديده جدا جوه من سواء في الناشئين او كبار وان انت من جوه النادي تعتمد على تغيير السياسه اللي هي ابناء الاعضاء وما تخش مميز الا ما خدش من بره الا المميزين بس. فدي بتغير خالص من القوام الموجود في مستقبل الاهلي كمان. الجمباز معمول فيها شغل وميداليات غير طبيعيه يعني، ممكن حضرتك يعني طبعا يعني الناس تسمع تسمع الارقام وتعرف ده على مستوى الالعاب الفرديه والجماعيه. ما يعني هيك في الفرديه وفي جماعيه وفي حاجات فيها طبعا محتاجه ان احنا نزود فيها شغل اكتر يعني. طيب اتفضل. في العاب القوه تقريبا شبه سيطره كامله عليها النادي الاهلي. حلو قوي. الميداليات بطوله القاهره الدرع الكاس خلافه. السباحه بطوله منطقه القاهره والجمهوريه والدرع العام للسباحه سيدات ورجال. كل ده النادي الاهلي هو مكتسب. الحمد لله مستحوذ على كل البطولات دي. تنس الطاوله سيطره على كل البطولات سيدات ورجال. التنس الموسم المنتهي فوزنا الحمد لله بدوري السيدات، وما ننساش الانجاز اللي عملت له بنت النادي ميار شريف طبعا يعني هي خسرت في الاخر من مصنفه رقم 4 في العالم يعني. طبيعي. فانجاز طبعا بيحسب لها يعني. السكواش زي ما قلت لحضرتك وكده ان احنا غيرنا الاستراتيجيه بتاعت اللعبه نفسها. كره الميه لوتر بولو السنين اللي قبل كده كان في انديه معينه بس هي اللي بتنافس، انت كنت بره القصص دي يعني كان هليوبلس الجزيره ده في الوتر بولو. بالظبط كده. الحمد لله دلوقتي انت مهيمن تقريبا شيء مهيمن على كل البطولات الموجوده بتاعتها. مؤخرا كسبنا الكاس والدوري حاليا بيستكمل يعني وبننافس على البطوله مع الجزيره. ده وتر لغايه دلوقتي ده بالظبط كده الوتر بولو. بالاضافه للتفوق اللي حاصل فيها في قطاع الناشئين في النادي يعني. الطايره انت محقق العلامه الكامله رجال وسيدات الحمد لله يعني. يعني رجال كسبوا البطوله العربيه والدوري والكاس والدرع العام للرجال. صحيح. السيدات الدوري والكاس والدرع العام. الفوز بقى بالدرع العام ده بيطمنك على مستقبل اللعبه لانه في الالعاب الجماعيه الدرع العام مرتبط بالناشئين. بالظبط كده. اللي هو بتجمع نتائج من تحت 10 سنين لغايه 18 سنه. المجموعه بتجي ده بيطمنك على مستقبل اللعبه نفسها. مستقبل دعمنا مش هتسيبوا اي بطولات لاي حد تاني والناس كده بقى يعني دعمنا دعمنا باجهزه فنيه فيها اسماء على فكره ذات قيمه وخصوصا حتى في قطاع الناشئين، يعني في قطاع الناشئين جايبين اسماء كبيره قوي في اللعبات عشان تبني قاعده كويسه للنادي يعني. على فكره بالنسبه للطايره للسيدات الطايره المجلس الاعلى للرياضه في افريقيا اختار احسن فريق جماعي في افريقيا هو فريق سيدات النادي الاهلي. فعلا اللي كان مشرفنا هنا بالظبط. كانت حلقه جميله نشوفها. الله يخليك. ده بخلاف طبعا انجازه في الموسم الماضي ان هو حصل على بطوله افريقيا. الفريق ده للمره 24 على التوالي بياخد بطوله الدوري، لدرجه ان يعني من خلال النشاط الرياضي حاليا في النادي بيجمعوا المستندات عشان يدخلوهم موسوعه جينز للمره 24 ده عشان على التوالي انه 24 مره ياخد تمام متواليه يعني. السله انت كسبت الدرع العام رجال وسيدات وده برضه بيطمنك على المستقبل على المستقبل وعلى الناشئين وعلى الالعاب الاخرى كمان. انت مش عمومي سيدات السله حققنا دوري المرتبط والسوبر وافريقيا خدنا برونزيه ودي الأول مره في تاريخنا كسيدات اول ميداليه افريقيه سيدات النادي. سيدات كرة السلة رجال واخد مرتبط في المرتبط الثالث وكاس مصر الثاني والسوبر الثاني. طبعا لينا كلنا تحفظات طبعا على الكلام ده يعني. هي نتائج غير مرضية بس بالنسبة للسنتين اللي فاتوا هو في تطور، لكن انت متعود كنادي اهلي انك تبقى الاول. صحيح. يعني لو قارنتها بالسنتين اللي فاتوا بقى في تقدم ملحوظ في ايه بعد التدعيمات اللي حصلت بصفقات كبيرة وبعد ما انتهيت الموسم ده برضو عملنا صفقات.
كان الفترات اللي فاتت كان في أندية كتير يعني بخلافنا بتتنافس، يعني ما كنتش احنا انت وصلت السنه دي وانت بتنافس على يعني احنا كنا بعيد عن المنافسه يعني، وبعدين احنا والاتحاد بالظبط يعني قبل كده ما كانش فيه ده حقيقي. فده لا ينفي طبعا ان لا الكلام ده مش مرضي لينا، والمفترض ان شاء الله ان القصه تتحسن عن كده بكتير. لكن كنادي اهلي لا ما بيريحناش يعني، انت دايما تلعب على ان شاء الله يعني بالتدعيمات القائمه حاليا بكده ان شاء الله هنوصل. طب بمناسبه السرد اللي حضرتك دلوقتي يعني سردته ده، احنا بنتكلم عن فكره يعني حصاد النشاط الرياضي، حصاد النشاط الرياضي في النادي الأهلي مهم جدا على مدار الفترة اللي فاتت، يمكن حققنا على مستوى ألعاب كتيرة جدا طفرة صحيح يعني مش نتائج مرضية بالنسبة للنادي الأهلي زي ما أستاذ طارق قال، ولكن أنت يعني خلاص دخلت الطريق عشان ما ظلمش بقى في فرق في لعبات حصل فيها طفرات طبعا يا بعض الالعاب الصغيره لسه زي ما قلت، بس هطلق برضو الهاندبول يعني كره اليد في النادي عند قطاع الناشئين نتائج مرضيه، كسبنا الدرع العام مقارنه بالسنين اللي فاتت برضو يعني، انما الفريق الاولاني لا، وتغير الجهاز الفني وبيحصل تدعيم للفريق ورجعنا فيه كابتن طارق محروس وده واخد على يعني برونزيه العالم مع منتخب مصر يعني في شغل محترفين يعني في حاجات في شغل محتاجه ان انت وده مهم برضه تعمل فيها تطوير عشان ما تتكلمش نقول ست القاب لا، وبعدين الهاند بول انت لسه في الملعب يعني ظروف الكورونا على فكره الموسم بتاع الهاند بول لظروف الكورونا الموسم الجديد ابتدى والقديم فاضل فيه ماتشين، فاحنا بدانا مش عيب حتى لما يكون في ظروف متبقي في لعبه معينه يوم 11/11 هتلعب الماتشين الباقيين، لو كسبتهم هتلعب مع الزمالك ماتش فاصل. حصاد النشاط الرياضي في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان عامل ازاي بالارقام في التقرير ده في البيت الكبير. كعادته ظهر النادي الأهلي عملاقا في الفترة الماضية على صعيد كافة الألعاب والرياضات وليس كرة القدم فقط، وأثبت أبناء النادي المخلصون أن القلعة الحمراء هي مهد الألقاب والبطولات في مصر في ظل سياسة حكيمة لمجلس إدارة النادي واهتمام بتطوير المنظومة الرياضية للمارد الأحمر بشكل عام، اهتمام يؤكد على ريادة الأهلي كناد وطني بطل في كل الألعاب وفي مقدمتها كرة القدم. ومنذ تولي مجلس محمود الخطيب إدارة النادي الأهلي وهو يولي ملف النشاط الرياضي اهتماما كبيرا، وهو ما بدأ النادي في حصد ثماره في الفترة الماضية بحصد الكثير من البطولات والألقاب في العديد من الألعاب الجماعية والفردية، ويكفي أنه في الشهر الماضي نجح في حصد 6 ألقاب جماعية في نحو أسبوع واحد فقط. توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي ببطولة دوري السوبر بعد التغلب على سبورتينج بنتيجة 75-72 في المباراة الفاصلة بين الفريقين، وظهرت نجمات الأهلي متألقات ولفتن الأنظار بأدائهن الرائع ورغبتهن الملحة في حصد اللقب، كما حققت سيدات الطائرة بالأهلي لقب الدوري بقيادة مديرهم الفني الرائع حمدي الصافي بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في الجولة 18 من عمر المسابقة، لتكون البطولة رقم 17 لحمدي الصافي مع الفريق بعدما حقق الدوري 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة إفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات. وعادت سيدات الطائرة ليتوجن بكأس مصر على حساب الصيد، وقدم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزا على مدار البطولة ونجحنا في فرض السيطرة على كل المنافسين إلى أن توجن بالكأس. وأخيرا واصل رجال الأهلي في الكرة الطائرة إنجازاتهم في الموسم الجاري بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، محققين البطولة 3 لهم هذا الموسم بعد الفوز بالدوري والبطولة العربية،
ومحققين البطولة الخامسة للمارد الأحمر في غضون أسبوع بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 42 في تاريخه. وضرب الأهلي وأبطاله أروع الأمثلة في كل هذه البطولات من خلال إعلاء اسم النادي وقيمه ومبادئه والتمسك بالروح الرياضية واحترام المنافس، وهي القيم والمبادئ التي اشتهر بها النادي على مدار تاريخه الطويل. الأهلي دائما عظيم، ودائما يحلق نسره في سماء البطولات ويحصد المجد والألقاب، رافعا رأس عشاق القلعة الحمراء في ظل رجال مخلصين يديرون الأمور داخل إدارة النادي بما يحافظ على مكانته دائما كهرم المنظومة الرياضية في مصر وإفريقيا والعالم العربي. حصاد كبير جدا على المستوى الرياضي للنادي الأهلي في كل اللعبات، وبتكلم مع الأستاذ طارق كمان وبنقول من الوارد جدا ان في بعض الألعاب وبعض النشاطات الرياضية ما بيكونش فيها نجاحات، لكن الأهم ان ده متشاف، والأهم ان في دعم وتدعيم كويس جدا لهذه الفرق. اتكلمت على كرة اليد على مستوى الناشئين كويس قوي، لكن محتاجين دعم عشان نكون نوصل لمرتبة افضل. فالرؤيه كمان لازم الناس تعرف ان الرؤيه ما بتبقاش بس للبطل او للناس اللي ماشيه كويس، ده انت كمان الدعم والسبورت لازم كمان يكون للناس اللي بتحاول توصل للبطوله، لان دي يعني هو ده النادي الاهلي انه دايما بيلعب على بطوله يعني. وحكي الالعاب الجماعيه مش بتلقى بس الدعم المادي اللي كنت بتكلم عليه، انا كنت بتكلم على ان الدعم طبعا المادي اختلف خالص، بارقام الارقام بقت كبيره جدا مختلفه طبعا عن زمان خالص يعني. الدعم المعنوي نفسه يعني احيان كتير بتلاقي كابتن محمود الخطيب موجود في المباراة قبل ماتش معاهم في المعسكر او بيحضر مباراه يعني في الالعاب الجماعيه يعني. فالدعم والزملاء في مجلس الاداره بيحضروا يعني، بكلم من راس رئيس النادي اهتمامه نفسه. شفنا لما شرفونا فريق الطايره والسله وقد ايه اهتمامه انه يكون نازل في اول المباراه لازم يحضرها واخر الماتش كمان، والتعامل مع الفريق اخر ماتش يعني لسه بيضرب مثلا في البطوله كان فريق الزمالك بيلعبنا وراح سلم عليهم ودعمهم جدا. لعيبه الزمالك بكابتن محمود الخطيب يعني دي حقيقه كانت باينه جدا. شفنا الصوره دي شفناها بتفرق ان الكابتن محمود الخطيب كاسطوره لاعب كره قدم انه يكون متواجد على منظومه النادي الاهلي الاداريه، بتحس ده لما الكابتن محمود الخطيب بيسافر افريقيا وبيطلع بيعمل الفارق دوت يعني يعني طبعا فرق كبير بتحس جدا. بتحس انت بالفرق، انا عصرت لازم اقول لحضرتك يعني في سفريات الماتشين اللي فات يعني جمهور ملتهب وحاله شحن غير طبيعيه اتطفت. فايلر في مره استغرب لما من اول ما نزل من الطياره وفايلر ده جنوب افريقيا واحنا خارجين من المطار فبيجروا يتصوروا مع كابتن خطيب، ففايلر قال لي ايفن هير ديب يعني طبعا فالحمد لله طبعا يعني كلنا ما بننكرش يعني رموز النادي الاهلي بعيدا انه رئيس النادي الاهلي رمز ورموز النادي الاهلي جزء كبير جدا، وانها من زمان يعني جزء من شعبيه النادي الاهلي كان وجود كابتن محمود الخطيب وهو بيلعب يعني اكيد مفيش شك. عدم حضور الجماهير للمباريات افتكر انه يعني مش بيفقد من قوه النادي الاهلي ولكن بيؤثر، لانه دايما او متعودين انه حضور الجماهير للملعب وتشجيعهم لناديهم ده بيؤثر جدا او عامل اساسي او داعم جدا للفرقه. بتشوف التاثير ده ازاي عدم حضور الجماهير للمباريات؟ طبعا زي ما حكيت هو جزء الكبير من منظومه النادي الاهلي اللي نظرتنا ليها هو الجمهور يعني الجمهور يعني رقم واحد طبعا يعني واللي احنا بنشوفه في الشارع الحمد لله من اللي هي بعيدا بقى زي ما حضرتك بتقولي ان في ساعات في سوشيال ميديا مواجهه، لا انزلي الشارع شوفي كم الدعم الحقيقي بقى الحمد لله بفضل ربنا عشان حاسين بالتحديات اللي احنا قابلناها يعني. في نفس الوقت احنا حريصين طبعا نفسنا كلنا يعني نفسنا لصالح البلد ولصالح المنظومه الرياضيه ولصالح كل حاجه من الجماهير وصالح السياحه كل حاجه لصالح كل حاجه ان الحياه تعود طبيعيه في مدرجات كره القدم يعني، وندعو كل الجماهير انها تكون ملتزمه وانها تكون منضبطه واللي واللي واللي، لكن طبعا كجمهور النادي الاهلي كلنا وحشنا جمهور النادي الاهلي يعني جمهور النادي الاهلي ده عنصر رئيسي في المنظومه يعني.
عنصر رئيسي في المنظومة، وزي ما بتقول حضرتك انه اعتقد كان هيبقى كمان كان هيبقى الحائط الصد الاول في حملات التشكيك وحملات يعني التحديات الكتيرة اللي مر بيها النادي الاهلي. اعتقد لو كان جماهير النادي الاهلي في الملعب في اوقات معينة، حضرتك فاهم طبعا اوقات معينة كانت امتى، كان هيبقى هو ده الرد، يعني هو ده الرد، وهيبقى الموجه زي ما بيقولوا كده الموجه بتموت على طول. لا بس رد اللي هو واحنا بندعو جميل زي ما كده بتدعيم ما في شك، انما الحمد لله مبادئ النادي الاهلي، انما بتكلم طبعا انا انت بنقول لا انا لا بوضح اكتر طبعا، انا عارف كويس قوي مقصد حضرتك، عارف ان انا متربي في النادي طبعا 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 مبادئ النادي الاهلي طبعا بتدعيم، انما الحمد لله طول الفترات اللي فاتت كلنا بمنأى خالص مطلقا عن اي حاجات رذاذ، بنعتبرها كانك ماشي في الشارع وميه مجاري يعني بس ولا اي حاجه يعني. انما هل معناها بنفرط في حقوق النادي الاهلي؟ لا، ما دي الشعر اللي عايز اسال حضرتك اطلاقا، ما حصلش كم كل بالظبط كل الاجراءات الشرعيه والقانونيه وكل الكلام ده حصل من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بس، انما احنا الناس بنحافظ على البلد طبعا، بنحافظ جامد جدا، بالعكس دايما بنناشد اي الجمهور بتاعنا دايما انه يكون على اللي هو احنا دايما شايفينه كده على قدر النادي الاهلي. بالعكس احنا نفسنا المزرعه تقول حاجه كابتن محمود الخطيب في الجلسه الاخيره فكرنا بحاجه انا كنت حاضرها في جنوب افريقيا. خلص ماتش سان داونز والاهلي واحنا اللي تاهلنا، شفت منظر بديع، كان كابتن محمود لسه بيحكيه وانا كنت شاهد على المنظر ده. موسيماني خد لعيبه سان داونز وجريوا على جمهور بتاعهم، وفوجئنا لقينا الملعب تحول لحفله راقصه، تشجيع ورقص رقص جوه الملعب، ما تقولش دي ناس خارج ده، هي دي الرياضه. هو الرياضه غضب، الرياضه حنق، الرياضه تجاوز، مش هي دي اطلاقا، الرياضه بتهذب النفوس، الرياضه بتعلي من شانك، الرياضه بتخلي العلاقات بين الدول زي ما كنت بتكلم على رئيس جنوب افريقيا صحيح، الرياضه بتعلي اسم البلد بطريقه جامده جدا، استغلها تسويقيا وسياحه والدنيا تمشي جات لكم مقترحات كثيره قوي في موضوع طبعا. جنوب افريقيا ده وازاي نستغل العلاقات دي وازاي نستغل الجمهور اللي فتح السوق ده، فتح سوق كبير جدا، البعد موجود جاي لكم مقترحات كثيره جدا يعني، والبعد موجود يعني. والموقع الالكتروني افتكر هيسهل بقى الناطق باللغه الانجليزيه خاصه والفرنسيه عشان هم طبعا التواصل هيفتح مع كل هيفتح مجال بشكل كبير في التواصل في عمليه التواصل افتكر. اللجان العليا في النادي الاهلي، وده يمكن اخر تقرير معانا النهارده في البيت الكبير، كنا لازم نسلط الضوء عليه هنا في البرنامج علشان برضو يعني تعرفوا حضراتكم اكتر عن اللجان العليا دي وايه اللي هي بتقدمه. نشوف التقرير ده ونرجع مره تانية اخر فصل في البيت الكبير. اتفضل. انطلاقا من دورها المجتمعي في خدمة أعضاء الأهلي، نجحت اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي في تحقيق طفرة نوعية وإنجاز العديد من الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، وشملت تنظيم العديد من الفعاليات الخدمية والاجتماعية والثقافية والترويحية لعضو الجمعية العمومية في مختلف الفروع. والمعروف أن اللجنة العليا تنبثق منها العديد من اللجان المتنوعة، وتم تشكيلها بما يتناسب مع الأهداف والتوجهات التي وضعها مجلس الإدارة نصب عينيه لخدمة أعضاء النادي، وقامت بالعديد من الإنجازات المهمة التي لمسها عضو الجمعية العمومية. كان في مقدمتها تنظيم لقاءات تبادلية مع رواد الأندية الأخرى، ومعرض سنوي للمشغولات اليدوية، وحفل عيد الأم لتكريم جميع الأمهات، بالإضافة إلى تنظيم إفطار شهري على مستوى الفروع الثلاثة بصفة دورية، وتنظيم مهرجان وماراثون للدراجات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، إلى جانب تنظيم يوم ترفيهي للأطفال في فروع النادي المختلفة. وامتدت جهود اللجان داخل الأهلي بتنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات السرطان والأطفال
ومهرجان رياضي للأعضاء، بالإضافة إلى إفطار يومي للرواد خلال شهر رمضان، إلى جانب دورها في وضع استراتيجية لتفعيل دور النادي تجاه المجتمع. اللجنة العليا للجان وضعت نصب عينيها شعار عائلة الأهلي، وهو المحرك الأساسي لكافة المشروعات الخدمية والمجتمعية التي تضع عضو النادي في المقدمة، بهدف توفير كافة الأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجاته على كافة الأصعدة، إلى جانب تكريس روح الأهلي التي تعكس مدى الترابط الاجتماعي بين أعضاء النادي في جميع الفروع. وخلال جائحة كورونا والأزمة التي تسببت فيها، واصلت اللجنة العليا للجان عملها ولم تتوقف عن تحركاتها في خدمة عضو الجمعية العمومية، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التي تساعد الأعضاء على البقاء في منازلهم بهدف الحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا. وقامت اللجنة بتعظيم الدور المجتمعي للنادي الأهلي من منطلق حرص مجلس الإدارة على استمرار التواصل مع الأعضاء فيما بينهم رغم الظروف التي مرت بها البلاد في هذا التوقيت العصيب، حيث طرحت اللجنة حينذاك مبادرة استهدفت إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من أعضاء النادي وبمشاركة جميع اللجان للخروج من تلك المحنة من خلال الهاشتاج الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك التوقيت، وهو يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. يعني بصراحة الواحد كل يوم بيفتخر انه ضمن منظومة كبيرة جدا وضمن كيان كبير اسمه النادي الاهلي. حقيقي استاذ طارق اللي بنشوفه واللجنة العليا بفروعها، اللجان المختلفة اللي بتأدي نشاطاتها مختلفة، وكل ده تحت شعار عائلة الاهلي. تكلمنا برضو سريعا عن اللجنة العليا و دورها اكتر ايه، وزي ما بقولك الواحد لما بيشوف الكلام ده بيحس بالفخر انه حقيقي موجود ضمن عائلة النادي الأهلي. ده من ضمن الحاجات اللي احنا كنا مركزين عليها من أول ما جينا المجلس. في اللجنة العليا كان عمل شغل محترم قوي فيها الأستاذ محمد يوسف، وتولاها من بعده الأستاذ وليد مبروك. وليد مبروك متولي ده مولود في النادي، يعني انت عارف يعني من زمان والده الراجل العظيم العميد مبروك متولي. تم استحداث مجموعة من اللجان على الأصل هي اللجنة العليا، في بقى لجان الشباب والاحتياجات الخاصة والطفل والمرأة، في مجموعة لجان كتير. لجان دي لجان خدمية دورها بيساعد الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في حاجات كتيرة قوي جوه النادي. في نفس الوقت في دور محوري ليها إنك بتتعد كوادر تنفع النادي في المستقبل، يعني بيطلع منها كوادر اللي هو بتخليه بيتعود إزاي على العمل التطوعي. في كوادر غير طبيعية من أبناء النادي شغالة في اللجان دي، يعني يدهشك إن في فترة الكورونا كانوا شغالين بطريقة أونلاين من جوه، يمكن عملوا أكتر من 20 فاعلية وندوات ومسابقات اللي هو بالشعار اللي أنتوا لسه كان في التقرير دلوقتي في طولهم الأزمة. اللجان عاملة شغل كويس جدا، شغل محترم جوه النادي. أنشطة ترفيهية بيعملوها زي ما بقول لحضرتك، برضو وقت الكورونا طلع منهم نشاط جميل. في انا بدو حتى الاهلاويه يتابعوهم من خلال في سايت الاهلي كوميونيتي بالظبط كده. فعلي متابعه ده برضو بيعمل على فكره بالزبط. توسيع عمليه التواصل بالظبط، توسيع عمليه التواصل. وهم عاملين شغل جوه النادي هايل جدا، احنا بنحييهم يعني حاجه شباب جميل ومحترم وشباب وشابات طبعا، يعني او شابات وشابات كلهم عندهم نشاط وكلهم عندهم روح الفانيلا. عايزين يخدموا النادي يعني من غير اي مقابل بالظبط. احنا بنحييهم من هنا في البيت الكبير طبعا، وبنحييك حضرتك كمان استاذ طارق، لانه حقيقي حديثك لا يمل. احنا استمتعنا بيه لانه كان بيشمل محاور كتيره جدا، يمكن يعني غطينا معظمها الى حد ما. بنشكرك جدا
وشرفتنا في البيت الكبير. توعدنا بلقاء تاني بقى عشان باقي الملفات يعني بين المأمول والمنتظر إن شاء الله. كان لي الشرف والحضور معاكم. شكرا. وبشكركم وبشكر القائمين على القناة. لا احنا اللي بنشكرك. جماهير النادي الاهلي اللي بتفرج علينا او الاعضاء اللي صاحبنا. لا طبعا بنشكرك، نورت بيتك يعني، ده تشرفنا في اي وقت. ده البيت الكبير اللي بيضم اي عائله او اي فرد من عائلات النادي الاهلي، واكيد حضرتك واحد منهم. بنشكرك شكرا جزيلا. بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي على كل ما قدمه، وان شاء الله منتظرين كمان الاجمل والافضل باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا. دي كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده من البيت الكبير. بكره ان شاء الله في ميعادنا من 10 لـ1، ويوم جديد من ايام البيت الكبير. تصبحوا على خير.